جداً 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 لو سيرتك بشوفها فوق السكين. تمام؟ ثلاثة مع بعض. أول ما ثلاثة سمر عندنا هو الشرطة الثانية اللي بنفعل فيه النهاردة إن شاء الله خلصوا على الله. كانسر سيرفكس اندوميتريال كارسينوما اوفريان تيومرز. طيب كل واحد فيهم نتكلم مع بعض بسرعه على الديفينيشن، هنتكلم مع بعض على الانسيدنس، هنتكلم مع بعض على الايثولوجي، وبعدين ندخل مع بعض على الباثولوجي. بالمناسبه اساس الدرس معظم الدرس هو الباثولوجي. عند الباثولوجيا دكتوره في 6 ايتمز اساسيتك المفروض اتكلم عليهم، اللي هم ايه؟ اللي هم السايت، اللي هم الميكروسكوبيك سايت، مايكروسكوبيك، مايكروسكوبيك سبريد، ستيجنج، وفي الاخر خالص سيريات كومبليكيشن. والكومبليكيشن بنكتبها مرتين، مره مع الباثولوجيا ومره مع الكلينيكال بيكتشر. طيب بعد كده نمسح الكلام ده نكتب كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت. مبدئيا لما نيجي نتكلم على ديفينيشن مالجنال ترانسفورميشن على مستوى السيرفكس، مالجنال ترانسفورميشن على مستوى الاندوميتريال، تيومر طلع في الاوفري. طب ليه مش قلت مالجنال؟ لان هنتكلم على حاجتين، هتكلم على بناين وهي ولاد تكون مالجنال. الكلام خيبان مش محتاجين ان احنا نضيع فيه وقت. لما نيجي نتكلم على انفستيجيشن ايام زمان الكانسر سيرفكس كان رقم واحد، دلوقتي الكانسر سيرفكس بعد ما كان رقم واحد يا ولاد دلوقتي بقى رقم كام؟ 2. معنى كده ان الانسنس بتاعه بيزيد ولا بيقل؟ وانا بتكلم على حاجه الانسنس بتاعها بيبدا يقل، وده سؤال شفوي ليه؟ هنعرف حالا دلوقتي. اندوميتريال كارسينوما كان رقم 2، من رقم 2 بقى رقم 1، معنى كده ان الانسنس بتاعنا بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد، وهنعرف ليه حالا دلوقتي. اوفريان تيومر محافظ على مكانه ثابت اللي هو رقم كام يا اولاد؟ اللي هو رقم 3. طيب لما نيجي نتكلم على الايتيولوجي بتاع اي تيومر فيهم في 5 ايتم او 5 ريسك فاكتور لازم نتكلم عنهم يا اولاد. ايه هما الخمسه ريسك فاكتور؟ قال لك في الكلام يا دكتور رقم واحد على الايدج، على الريس، على السوشيو ايكونوميك ليفل، على الباريتي. دول كده اربع حاجات، وفي الاخر حاجه خالص يا اولاد حاجه سبيسيفيك تختلف باختلاف المرض بتاعنا. واتفقنا من باب تسهيل الدنيا علينا عشان احنا بنذاكر ما نتوهش من بعض. الكلام ده كلام مش ساينتفك قوي، بس دوت كلام سكيمي بنحفظ نفسنا بيه يا اولاد. هنرسم مع بعض يا اولاد رسمه الفيميل جينيتال تراكت بالمنظر ده كده. وادي خط وهم يا اولاد هيكون موجود بين النص الفوقاني والنص التحتاني. طب النص الفوقاني ماسك مين؟ النص الفوقاني سيادتك ماسك لك يا دكتوره اوفري فالوبيان تيوب يوترس. طب النص التحتاني ماسك لك السيرفكس والفاجينا والغلظه. بقول لك ده الحد الفاصل بين الكبير، الكبير فوق الصغير تحت، العالي فوق الواطي تحت، البيض فوق السود تحت. بمعنى ايه؟ لو جينا نتكلم على الايدج بتاع كل تيومر، هو طبعا نو ايدج از اميون اجينست مالجنسي، يعني ممكن التيومر اي واحد فيهم يجي في اي سن، تمام؟ ولكن الموست كومن، الموست كومن وجدنا ان اعلى حاجه في الفيميل جينيتال تراكت وهو الاوفري بيجي في اعلى سن اللي هو 60 الى 70 سنه. تمام؟ طب انزل تحت شويه 10 سنين، قال لي 50 ل 60 سنه ده السن بتاع الاندوميتريال كارسينوما. طب انزل تحت شويه 10 سنين برضه، قال لك 40 الى 50 سنه ده السن بتاع الكانسر سيرفكس. وفي مرحله قبل الكانسر سيرفكس يا اولاد بنسميها مرحله السي اي ان سيرفايكال انترا بسيلا نيوبليزيا، ارجع كمان 10 سنين يبقى انا بتكلم 30 الى 40 سنه. علشان كده كان في عندك ام سي كيو كان بيقول لك التايم انترفال ان بي كده على جنب. تمام؟ في عندي حاجتين بري انفيزيف ليجن بيجوا في سنه 30 40، مين ومين؟ سيرفايكال انترا بسيلا نيوبليزيا، دي اللي بتقلب معايا الكانسر ايه يا اولاد؟ كانسر سيرفكس. تمام؟ وعندي فالفال انترا بسيلا نيوبليزيا، دي اللي بتقلب معايا بايه يا اولاد؟ كانسر فالفا. الاثنين بري مالجنانت ليجن اللي هم السي اي ان والفالفا الانترا بسيلا نيوبليزيا، هم الاثنين بيجوا في سن كام لكام يا اولاد؟ هم الاثنين بيجوا في سن 30 الى 40 سنه، يعني السي اي ان زي ما احنا شايفين سن 30 الى 40 سنه. طب التايم انترفال يا دكتوره علشان السي اي ان يقلب من سي اي ان لكانسر سيرفكس محتاجه كام سنه؟ محتاجه 10 سنين فقط لا غير. طب الفي اي ان بيجي في سن 30 ل 40، وعلشان يقلب لكانسر فالفا محتاج 30 ل 40 سنه كمان،
يعني الكانسر فالفا لما بيجي في سن 60 الى 80 سنه، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ وده كان سؤال شفوي يا جماعه مهم جدا، كان بيقول لك لو انت عندك سي اي ام، علشان السي اي ام يقلب بكانسر سيرفكس، لو انت مش عالجت السي اي ام ياخد وقت قد ايه؟ ياخد له 10 سنين، تمام؟ طب لو انت كان عندك في اي ان فالفال انترابيسيليا نيوبليزيا، واحده جت لها فالفال انترابيسيليا نيوبليزيا وهي لسه في سن 30 40 سنه، محتاجه كام سنه علشان الفي اي ان يقلب لكانسر فالفا؟ من 30 ل 40 سنه على الاقل كمان، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب ده شيء بالشيء يذكر. ارجع لموضوعك تاني يا دكتور. احنا اتفقنا يا ولاد ان احنا عندنا اكوردنج للايدج الكبير فوق الصغير تحت، اعلى حاجه فوق واقل حاجه تحت، تمام؟ 60 70 على مستوى الكانسر اوفرنج او الاوفريان تيومر، انزلي 10 سنين اندوميتريال كارسينوما 50 60، انزلي كمان 10 سنين كانسر سيرفكس 40 50، قبل ما البنت يجي لها كانسر سيرفكس بيجي لها حاجه اسمها سيرفايكال انترابيسيليا نيوبليزيا، انزلي كمان 10 سنين 30 40. دكتور بس الكتاب كاتب ارقام مختلفه شويه، تمام؟ حضرتك لو جيت تبص على الارقام المختلفه هتلاحظ ان الاهداف ثابته، اللي هي ايه؟ ان الاوفريان تيومر ده اعلى سن يليه اندوميتريال يليه كانسر سيرفكس يليه يا ولاد سي اي ام. طب اكوردنج للريس البيض فوق السود تحت، يعني ايه يا دكتور؟ يعني اكتشفنا يا ولاد ان الكانسر اوفري والتيوب الفالوبيان تيوب كانسر كارسينوما والاندوميتريال كارسينوما بيكونوا مور كلهم مور كومن ان وايت ريسز. طب اللي تحت الخط يا ولاد اللي هو الكانسر سيرفكس مور كومن ان نيجروز. طيب تعالى بعد كده يا دكتور على السوشيو ايكونوميك ليفل، اتفقنا العالي فوق والواطي تحت، بمعنى ايه يا دكتوره؟ بمعنى ان الاوفريان تيومر اندوميتريال كارسينوما مور كومن ان هاي سوشيو ايكونوميك ليفل، العكس صحيح، كانسر سيرفكس ده تحت الخط، يبقى دلوقتي يا جماعه السوشيو ايكونوميك ليفل الواقع، يبقى انا عندي يا جماعه الكانسر سيرفكس مور كومن في اللو سوشيو ايكونوميك ليفل. كنا قلنا قبل كده يا ولاد اثناء الشرح ان دائما وابدا في علاقه عكسيه بين السوشيو ايكونوميك ليفل وبين الباريتي، بمعنى ايه؟ الاقي البنت يا ولاد بتاعت المهندسين وبتاعت العادي اللي هو الهاي سوشيو ايكونوميك ليفل يفي عليها عيل عيلين، تمام؟ طب الناس اللي في القرى والارياف والنجوع والكلام ده كله كل سنه بعيل. يبقى يا دكتوره كل ما كان السوشيو ايكونوميك ليفل قليل يقابله زياده على مستوى مين؟ الباريتي. وكل ما كان السوشيو ايكونوميك ليفل عالي يقابله ايه يا جماعه؟ ديكريس باريتي. علشان كده يا ولاد لما نيجي نذاكر مع بعض الاوفريان تيومر والاندوميتريال كارسينوما هتكتشف ان هو مور كومن وايت ريسز، مور كومن ان هاي سوشيو ايكونوميك ليفل، مور كومن ان نالي بارا او لو باريتي، مش كده يا ولاد؟ اعكس لي الكلام مع الكانسر سيرفكس، احنا اتفقنا ده الحد الفاصل، البيض فوق السود تحت، الكبار فوق الصغيرين تحت، العالي فوق الواطي تحت، مش كده يا جماعه؟ طيب لما نيجي نتكلم على الباريتي خلاص خلصناها. طيب الحاجات السبيسيفيك يا جماعه هيكونوا ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات السبيسيفيك؟ قال لك على مستوى كانسر سيرفكس هيكونوا ثلاث حاجات بحرف الاس اللي هم ايه؟ رقم واحد سيكشوال انتركورس ولكن بشروط معينه. ايه هي الشروط ديت؟ ان البنت تبدا تعمل سيكشوال انتركورس في سن صغير جدا ات يونج ايج، يعني البنت لسه عندها 9 سنين 10 سنين تبدا تعمل سيكشوال انتركورس، تمام؟ طب ليه يا دكتور اليونج ايج لو البنت اللي عندها سن 9 سنين او 10 سنين عملت سيكشوال انتركورس ليه البنت دي هتعرضها اكتر من غيرها ان يجيبها كانسر سيرفكس؟ ده سؤال شافه مهم جدا يا ولاد. قال لك اثناء الانترا يوتراين لايف، لو انا كان عندي السيرفكس بالمنظر ده كده يا دكاتره، اللايننج ابيثيليوم بتاع الاندو سيرفايكال كانال وبتاع الاكتو سيرفكس وبتاع الابر موست بارت بتاع الفاجينا، اللايننج ابيثيليوم ده يا ولاد كان عباره عن كولومنر ابيثيليوم، تمام؟ تاني ادي الاندو سيرفايكال كانال، ادي الاكتو سيرفكس، ادي الابر موست بارت بتاع الفاجينا كان عباره عن كولومنر ابيثيليوم، وبقيه الفاجينا كان عباره عن ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم بالمنظر ده كده، بقيه الفاجينا كان عباره عن ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم بالشكل ده كده، تمام؟ طيب جينا عند سن البيوبرتي، البنت اتولدت بالمنظر ده وفضلت بالشكل ده لحد قرب سن البيوبرتي يا ولاد. جينا عند سن البيوبرتي الهايبوثالامو بيتيوتر اوفرين اكسس اشتغل ولا ما اشتغلش؟ فلما بيشتغل بيبدا يطلع هرمون الاستروجين. قال لك ان هرمون الاستروجين يطلع جري عشان يعمل عمليه ديبوزيشن للجلايكوجين هنا في الفاجينا. ولما الجلايكوجين يبدا يحصل له ديبوزيشن هنا في الفاجينا هيكتشف وجود بكتيريا اسمها لاكتو بس اللاي. اللاكتوباسيلاي بتعمل ان ايروبيك ميتابوليزم، معنى كلمه ان ايروبيك ميتابوليزم ان هي بتطلع لاكتيك اسيد، يبقى البيتش بتاعت الفاجينا تبقى اسيدك ولا لا؟ سبحان الله يا دكتوره دي حمايه ربانيه، ليه يا دكتور حمايه ربانيه؟ لان سيادتك معنى ان الهايبوثالامو بيتيوتري اوفيريان اكسس بدا يشتغل، معنى كده ان البنت ديت بدات تبقى مدام ولا لا؟ او بدات تبقى ادلت ولا لا؟ وطالما بدات تبقى ادلت يا اولاد دخلت في المنطقه اللي ينفع يحصل فيها سيكشوال انتركورس ولا لا؟ فلما يجي يحصل سيكشوال انتركورس انا عايز حمايه ربانيه. ويقول لك واحده من ضمن انواع الحمايه الربانيه اللي هخلي البي اتش بتاعت الفاجينا ايه يا ولاد؟ اسيدك، علشان مع سيكشوال انتركورس لو في اي اورجانيزم او اي بكتيريا فكر يدخل يلاقي في عنده اسيدك بي اتش تروح جايه موتاه، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يعني ديت حاجه حمايه ربانيه، انت لحد سن البيوبرتي مفيش معاك سيكشوال انتركورس، طب بدا يحصل بيوبرتي؟ لا ده سيادتك بدات تبقى انسه، وطالما بدات تبقى انسه ينفع يحصل سيكشوال انتركورس، وطالما هيحصل سيكشوال انتركورس احتمالات الانفكشن وارده ولا مش وارده؟
يبقى لازم اوفر لك حمايه ربانيه في صوره ان البي اتش بتاعه الفاجينا لازم تبقى ايه يا اولاد؟ اسيدك. بس خلي بالكم معايا، لما البي اتش بتاعه الفاجينا تبقى اسيدك يا اولاد، الاسيدتي العاليه ديت الاستراتيفايد سكيومس الابيثيليوم يستحملها، ولكن هل يستحملها الكولندر الابيثيليوم؟ لا، فيبدا الكولندر الابيثيليوم يتحول من نوع ضعيف لنوع اقوى شويه، ويبدا يحصل حاجه اسمها ميتابليزيا، يقول لك انا هتحول من كولندر الى استراتيفايد سكويمس، استراتيفايد سكويمس، استراتيفايد سكويمس بالمنظر ده كده. يبقى بدات تعمل ترانسفورميشن ولا لا يا اولاد؟ الحته الاكسبوزد للفاجينا كلها بدا يحصل فيها ترانسفورميشن من كولندر ابيثيليوم الى استراتيفايد سكويمس ابيثيليوم، وبنسمي المنطقه الزرقاء اللي انا علمتها لكم ديت ترانسفورميشن زون. ولما يجي يقول لك يا دكتوره يعني ايه معنى كلمه ترانسفورميشن زون؟ دي الزون او المسافه اللي موجوده بين الاوريجينال سكويمو كولمنر جانكشن، ده الاوريجينال سكويمو كولمنر جانكشن يا اولاد، وبين نيو سكويمو كولمنر جانكشن. تمام؟ يبقى انا كده بتحول من نوع لنوع، ودي تعتبر حاجه فيسيولوجي، نورمال فيسيولوجي من عند ربنا، عشان كده سميناها يا اولاد فيسيولوجيكال ميتابليزيا. طب يا ترى الكلام ده هيبدا يحصل امتى؟ هيبدا يحصل يا جماعه لما البنت تبدا يجي لها بيبرتال تشينجز، لما البي اتش بتاعت الفاجينا تبقى اسيدك، الكولمنر ابيثيليوم ما يستحملش، يتحول لنوع اقوى شويه. تخيلوا بقى في اللحظه اللي الكولمنر ابيثيليوم بيتحول فيها من كولمنر ابيثيليوم الى استراتيفايد سكيومس ابيثيليوم يا دكتوره، في نفس اللحظه ديت بدا يحصل سيكشوال انتركورس، والدي ان ايه بتاع الاسبرم بدا يدخل جوه الخليه، خبطتين في الراس توجع. انا بتحول من نوع لنوع، انا بتحول من كولمنر الى استراتيفايد سكيومس، بلاش تقرفني بالدي ان ايه بتاعي يا جماعه، الاسبرم. ساعتها انا هتحول من فيسيولوجيكال ميتابليزيا الى باثولوجيكال ميتابليزيا، فهمتوا الكلام ماشي ازاي؟ انما يا اولاد لو جت البنت عند سن العشرينات او 25 او بدا يحصل معاها الفيرست سيكشوال انتركورس، خلاص متشكل، ده انت الفسيولوجيكال ميتابليزيا حصلت وانت لسه عندك 10 سنين، تمام؟ فلما يحصل معاك سيكشوال انتركورس وانت عندك 20 سنه وانت عندك 25 سنه، انا داخل على خلايا لسه بتتحول ولا اوريدي اتحولت؟ اتحولت، تمام؟ فلما تتعرض للدي ان اي بتاع السبيرم تتجنن وتبدا تعمل لي باثولوجيكال ميتابليزيا، خلاص ما الخليه مستقره، معايا ولا مش معايا؟ تمام؟ يبقى سيادتك السيكشوال انتركورس اول شرط عندي يا اولاد ان يكون مع واحده صغيره، اشمعنى؟ عشان يحصل سيكشوال انتركورس في اللحظه اللي بيحصل فيها فيسيولوجيكال ميتابليزيا، او ما تحول يا دكتوره من فيسيولوجيكال الى باثولوجيكال. طيب الحاجه الثانيه ان يحصل سيكشوال انتركورس وذ مالتيبل سيكشوال بارتنر يا اولاد. علشان كده يا اولاد كان بيجي يقول لكم ان الكانسر سيرفكس كان مور كومن ان بروستيتيوتس، تمام؟ البنات في بروستيتيوت سيكشوال انتركورس مع اكثر من واحد، فبيدخل لها الدي ان اي بتاع السبرم بتاع اكثر من راجل، تمام؟ الخلايا اللي موجوده هنا كده يا اولاد حافظه الجينيتيك برنت بتاع الدي ان اي بتاع ايه؟ السبرم محدد اللي هو المفروض جوزها، تمام؟ وبتفضل محتفظه بيه لمده 3 اشهر على الاقل، عشان كده كان بيقول لك لو واحده جت دايفورسد او واحده جوزها توفى او مش هينفع احسن مارج بعدها على طول، حمايه ربانيه سبحان الله، تمام؟ اشمعنى؟ لان لسه الخلايا اللي هنا حافظه الدي ان اي بتاع اخر سبرم دخلها، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ وعشان الخلايا تنسى الجينيتيك برنت بتاع الدي ان اي بتاع هذا السبرم محتاجه على الاقل ايه يا اولاد؟ 3 اشهر. انما تخيل واحد كل ساعه وكل ساعتين دي ان ايه مختلف، دي ان ايه مختلف، دي ان ايه مختلف، تمام؟ المفروض لما بيحصل سيكشوال انتركورس، لما بيحصل سيكشوال انتركورس الاسبرمات اللي موجوده هنا حبه منهم بيطلعوا فوق عشان يعملوا فيرتلايزيشن، والحبه الباقيين بيموتوا هنا، تقوم الخلايا اللي موجوده هنا تنجلف تفاجوسايتوز الدي ان ايه بتاع ايه يا اولاد؟ بتاع الاسبرم اللي اتدمر هنا، وهي حافظاه، انا حافظه الجينيتيك برنت بتاع الدي ان ايه دوت. انما لو دخلت لها كل شويه دي ان ايه غريب الخلايا تتجنن، يبدا يحصل كانسر سيرفكس، معايا ولا مش معايا؟ طيب يبقى الاس الاولى سيكشوال انتركورس بشروط معينه، يا اما يحصل في سن صغير يا اما يكون مالتيبل سيكشوال بارتنر، علشان كده كان بيجي يقول لكم ان الكانسر سيرفكس مور كومن ان بروستيتيوتس وليس كومن ان نانز. نانز يعني ايه يا اولاد؟ الراهبات. ليه يا دكتور؟ المفروض ان معروف ان الراهبات ما بيتجوزوش، فطالما ما بيتجوزوش يحصل سيكشوال انتركورس ازاي؟ مش هينفع الكلام ده، صح؟ طيب الاس الثانيه يا اولاد سيكشوال ترانسميتد ديزيزز، ودول ثلاثه بحرف الاتش، اهمهم على الاطلاق هو الهيومن بابيلوما فيروس، والهيومن بابيلوما فيروس زي ما اخد في الانفكشن في منه لحد دلوقتي فوق ما يزيد عن 150 سترين، تمام؟ انا يهمني الانكوجينيك سترين يا اولاد اللي هي بتبدا تعمل مالجنا ترانسفورميشن اللي هي 16 وي 18، تمام؟ الاس الاتش الثانيه هيومن اميون ديفيشنسي فيروس موجود عندكم في الكتاب تحت مسمى اميونو سبريشن، هو الاتش اي في بيعمل ايه يا اولاد؟ ما بيعمل اميونو سبريشن، بس انا عايز اظبطها لك 3 اتش. الاتش الثالثه والاخيره هي هيربس سامبلكس فيروس، وكلكم عارفين ان في منه تايب 1 ده بيضرب الحته اللي فوق الامبرايكس، وتايب 2 ده بيضرب الحته اللي تحت الامبرايكس. يبقى يوم ما اتكلم لك على فيروس هيعمل لي كانسر سيرفكس يا دكتوره، يبقى هيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 2 طبعا، تمام؟ طب كده احنا خلصنا الاس الثانيه، يبقى الاس الاولى سيكشوال انتركورس في لها شرطين، تمام؟ طب الاس الثانيه سيكشوال ترانسميتد ديزيزز ثلاثه بحرف الاتش، والموست كومن على الاطلاق اللي اكتشف ان هو بيكون موجود في نسبه ما يقارب 99% من كانسر سيرفكس هو مين يا اولاد؟ هو الهيومن بابيلوما فيروس 16 و18 ده اهم واحد على الاطلاق، اعملي دايره حواليه. طيب
الاس الثالثة والأخيرة يا ولاد سموكينج. سموكينج تدخين، تمام؟ واجد من البنات اللي بيدخنوا يا جماعة بيبدأ يحصل كونسنتريشن للتوكسيك ميتابولايت بتاع السموك في الاندو سيرفايكال كانال. كرونيك اريتيشن اندو يا جماعة سيرفايكال كارسينوما. طيب دول الثلاث حالات اللي بحرف الاس اللي عندنا هنا يا ولاد. تعالوا كده على الاندوميتريال كارسينوما، السن 50 ل 60، الريسس وايت ريسس، سوشيو ايكونوميك ليفل عادي، طبارتي قليله، تمام؟ زائد حالات سبيسيفيك. ايه الحالات السبيسيفيك يا ولاد؟ يقول لك رقم واحد بوزيتيف فاميلي هيستوري. طيب رقم اثنين يا ولاد، ان البنت دي هتكون عندها هايبر استروجينيك كونديشن. لما الليفل بتاع الاستروجين يبدا يعلى عند البنات دول يا ولاد يعمل اندوميتريال هايبر بليزيا ولا لا؟ تمام؟ انت السيادة هتبقى في مجال حاجة يجيبوني كده بالعرض، يجيبوني كده بالعرض عشان ايه ما تتوهش نفسك، تمام؟ يعمل اندوميتريال هايبر بليزيا ولا لا؟ الحاجة الثالثة والأخيرة، ما أنا جيت قلت لك السبيسيفيك في كل واحدة ثلاث حاجات. الحاجة الثالثة والأخيرة يا ولاد حاجة اسمها كوربس كانسر سندروم. إن البنت دي تكون عندها هايبرتنشن، ضغط وسكر، تكون دايابيتك وفي نفس الوقت اوبيز. طبعا البنات الاوبيز ده كان سؤال شافه في بعض الدكاتره بيسالون ازاي بنت الاوبيز عرضه اكتر من غيرها ان يجي لها اندوميتريال كارسينوما. طبعا لها تفسيرات كتير جدا يا اولاد، ولكن على قد مستواكم البنت الاوبيز عندها فات سيلز كتير، والفات سيلز الدخانه بتطلع تي 1 لما يطلع يون يطلع ايجار يعمل اندوميتريال هايبر بليزيا، فالاندوميتريال هايبر بليزيا يعمل اندوميتريال كارسينوما. سيبك من كده، البنات الاوبيز عرضه اكتر من غيرهم ان يكون عندهم بي سي او ولا لا؟ فاكرين لما احنا كنا قلنا يا اولاد ان واحده من الجيرم كومبليكيشن بتاعت البي سي او ان يجي لها اندوميتريال كارسينوما؟ ده مش كده وبس، ده اصغر بنت على الاطلاق يجي لها اندوميتريال كارسينوما البنت اللي كان عندها بي سي او. يعني ايه يا دكتوره؟ يعني احنا اتفقنا ان الاندوميتريال كارسينوما تيجي سن 50 ل 60 سنه، في بعض الاحيان تيجي في سن بدري عن كده شويه، تيجي في سن 45، ممكن تيجي في سن الثلاثينات، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ غالبا البنت اللي بيجي لها اندوميتريال كارسينوما في سن صغير غالبا كان عندها بي سي او. اشمعنى؟ ان اوبوزد استروجين اكشن، مش كده يا ولاد؟ طيب دول ثلاث حاجات سبيسيفيك بتاعت الاندوميتريال كارسينوما. طب ما تيجي كده نتكلم مع بعض على الاوفريان تيومر. الايدج كام يا ولاد؟ ها؟ لا هتبتدي انا باي مودل. لا باي مودل يعني ايه يا ولاد؟ هو الموست كومن ان يكون موجود 60 ل 70، والكلام ده بيكون موجود مع حاجه اسمها سيرفيس ابيثيليال اوفريان تيومر، تمام؟ السيرفيس ابيثيليال اوفريان تيومر يا ولاد دي الموست كومن. يعني لو كان عندي الاوفري بالمنظر ده كده يا ولاد ممكن يطلع تيومر على مستوى السيرفيس بتاع الاوفري من بره، ده بنسميها سيرفيس ابيثيليال اوفريان تيومر بالمنظر ده كده، وده الموست كومن بالمناسبه. اهو الموست كومن اوفريان تيومر على الاطلاق بتيجي في السن الكبير 60 ل 70. طب انت عندك جوه يا دكتوره 6 كورف، تمام؟ اللي هم سيكا سيل وجرانيوزا سيل ممكن يطلع فيهم تيومر، وعندك جوه جيرم سيل ممكن يطلع فيها تيومر، حاجه بنسميها جيرم سيل تيومر. يعني عندك كلاسيكيشن بتاع الاوفريان تيومر كتير جدا. الموست كومن والاشهر على الاطلاق هو مين يا ولاد؟ السيرفيس ابيثيليال اوفريان تيومر، ده اللي تنطبق عليه القاعده بتاعتنا. ولكن في عندك تيومر ثانيه حاجه اسمها جيرم سيل تيومر. الجيرم سيل تيومر يا ولاد بتيجي في سن ال 20 الى 30 سنه. 20 الى 30 سنه، وعلشان تبقى فاهم مش حافظ. اشمعنى يعني يا دكتور يا محترم الجيرم سيل تيومر تيجي في سن ال 20 30 سنه؟ دكتور انا بقول لك ان في تيومر طالع من الجيرم سيل، من الجيرم سيل يا ولاد؟ هي الاوسايت. طب سؤال، هو الاوسايت يا ولاد البريمورديال فوليكل والكلام ده بيكون موجود وسط المغزل؟ طبعا لا، بيكون حصل لها عمليه ديبريشن، فيوم ما يحصل فيها مالجنال ترانسفورميشن يحصل في اللحظه اللي هي اكتف فيها. طب يا جماعه البريمورديال فوليكل والاوسايت بيكون اكتف في انهي سن؟ تمام السن ينفع يحصل فيه حمل ودنيا كويسه قوي الكلام ده كله؟ سن ال 20 30 سنه، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ علشان كده الجيرم سيل تيومر بتيجي في سن ال 20 ل 30. اشمعنى؟ انت موجوده امتى؟ هل انا عندي يا جماعه واحده بوست منوبوزا عندها 60 70 سنه، هل لسه مازال موجود عندها بريمورديال فوليكل واوسايت وجيرم سيل؟ اختفت، حصل فيها ديبليشن، فلما هي اختفت هيجي لي فيها تيومر ازاي؟ فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى انا عندي هنا بايمودال الموست كومن فيهم على الاطلاق اللي هي السيرفيس ابيثيليال اوفريان تيومر اللي بينطبق عليها القاعده بتاعتي. طب الاستثناء بتاع القاعده افهمنا ليه؟ طب الريس يا ولاد مور كومن في انهي ريس؟ خلاص ولا خلصنا السكر؟ طيب مور كومن في انهي سيشن كلينيك ليفل؟ طيب وفي انهي باريتي؟ لو باريتي، تمام؟ طب يا دكتور الحاجات السبيسيفيك بتاعتنا، خد يا دكتور البوست فاميلي هيستوري من هنا. بوزيتيف فاميلي هيستوري، تمام؟ خد يا دكتور الهايبر استروجينيك كونديشن من هنا، في عندنا برضه يا ولاد هايبر استروجينيك كونديشن، تمام؟ طب الحاجه الثالثه يا ولاد، الحاجه الثالثه يقول لك هيريديتري سندروم. هيريديتري سندروم، وزي ما انا كان عندي هنا ثلاث حاجات فانا عندي الهيريديتري سندروم ثلاث حاجات. حاجه اسمها سايت سبيسيفيك، ده جدول بالعرض، سايت سبيسيفيك اوفريان تيومرز. طب الحاجه الثانيه يا جماعه حاجه اسمها بريست اوفريان كانسر، ده البنات اللي كان عندهم ميوتيشن
بركة 1 وبركة 2. تمام. الحاجة الثالثة والأخيرة لينش سندروم تايب 2. يا دكتور الكلام دوت؟ في عندي بعض البنات تيجي تقول لك يا دكتور بص أنا والدتي وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي والكلام ده كله كلنا كان بيجي لنا أوفريان تيومر وكان بيجي لنا في نفس المكان وكان نفس النوع. ده حاجة بنسميها سايت يا أولاد سايت سبيسيفيك. طب في بعض البنات بيجي لهم ميوتيشن يا أولاد في بريست كانسر أسوشيتد أنتيجين 1 و2. هو المفروض برضه عشان تكونوا فاهمين مش حافظين. البريست كانسر أسوشيتد أنتيجين دوت ده عبارة عن تيومر سبريسور جين. يعني عبارة عن جين لو هو موجود يسبرس التيومر يمنع ان التيومر يطلع. يبقى اللي جماعه البريست كانسر اسوشيتد انتيجين دوت حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ حاجه كويسه جدا، حاجه ممتازه جدا، لانه بيحمي البنت من الماليجنال ترانسفورميشن. انا مشكلتي ان الجين اللي هو التيومر سبريسور ده حصل فيه ميوتيشن، فلما بيحصل فيه ميوتيشن ينفع يشتغل فالبنت يجي لها ماليجنال ترانسفورميشن ولا لا؟ وجدا ان هو كان بيحمي البنت من نوعين من التيومر، كانسر بريست واوفريان. ايه يا اولاد؟ تيومر. طب لو حصل فيه ميوتيشن يا اولاد يبقى الحمايه اللي كان بيمارسها على البريست، الحمايه اللي كان بيمارسها على الاوفري ضاعت بالسلامه، فالبنت دي تبقى عرضه اكتر من غيرها ان يجي لها كانسر بريست او يجي لها اوفريان تيومر. تيجي تلاقي واحد تقول لك ايه؟ دكتور انا والدتي جالها كانسر بريست واختي جالها اوفريان تيومر وخالتي جالها كانسر بريست. يبقى انتوا عندكم ميوتيشن في الجين، تمام؟ الميوتيشن في الجين ده ممكن يضرب فوق او يضرب تحت، مش ماسك ايه؟ اورجان سبيسيفيك، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طب لينش سندروم تايب 2 ده بيضرب اماكن كتير جدا. الاقي البنت ديت عندها هيريديتري نون بلوبوس كونديريكتال كارسينوما، البنت ديت عندها كانسر ستومك، عندها كانسر بريست، عندها اندوميتريال كارسينوما، عندها اوفريان تيومر. يبقى الميوتيشن بتاع الجين هنا يا اولاد ضرب اورجان واحد ولا اكتر من اورجان؟ اكتر من اورجان، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى دوت كده يا اولاد الريسك فاكتور او الايتيولوجي بتاع مين؟ بتاع الاوفريان تيومر. حد تاني مني يا جماعه؟ يبقى سيادتك كده احنا خلصنا الجزء دوت. معلش يا بنات قبل ما اسيب الجزء دوت برضه عشان اسهل عليكم. لما نيجي نتكلم على لبس زي الاندوميتريوزس، لما نيجي نتكلم هي اتفضلي يا دكتور. لينش تايب 2. لينش 2 خدتوها في الجراحه، تمام؟ ان البنت ديت عرضه اكتر من غيرها ان يجي لها دكتوره هيريديتري نون بلوبوزس كولوريكتال كارسينوما. ان البنت ديت تبدا بقى يجي معاها زياده بقى كانسر استومك، وقلنا هيريديتري نون بلوبوزس كولوريكتال كارسينوما، يجي لها اندوميتريال كارسينوما، يجي لها اوفريان تيومر، تمام؟ ويجي لها كانسر بنكرياس. عماله تنوع. طب يا اولاد سيبكم من الانكولوجي. لو انا جيت اتكلم على غير زي الاندوميتريوزس وجيت اقول لكم الديفينيشن بتاع الاندوميتريوزس ده عباره عن ايه؟ اكتف اندوميتريال فيتوبيك سايت، خلصنا، تمام؟ طب لما نيجي يا جماعه نتكلم على الايتيولوجي هتكلم برضه يقول لك الاندوميتريوزس تنطبق على نفس قاعده الانكولوجي، هتكلم على الايج وعلى الريس وعلى السوشيو ايكونوميك ليفل وعلى الباريتي، تمام؟ سيبكم من الايج دلوقتي، الريس معنى كلمه اندوميتريوزس الكلام بقى الناس بتفهم، انا عايز الم لك الدنيا ان انا عندي الاندوميتريوم اللي موجود هنا بدا يسيب مكانه ويهاجر يروح اماكن ثانيه بعيده ولا لا؟ طب سؤال، ده موجود فوق الخط ولا تحت الخط؟ يبقى الاندوميتريوزس هو كمان فانهي ريس؟ فانهي سوشيال كلوميك ليفل؟ فانهي باريتي؟ لو باريتي، تمام؟ يبقى انا بتكلم على نفس الكلام دوت. مور كومن في البوست فاميلي هيستوري، مور كومن في الهايبر استروجينيك كونديشن، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ كلهم هنا كده ماشيين مع بعض. يختلف فقط لا غير الاندوميتريوزس عن الكلام اللي هنا ان الاندوميتريوزس ده هايبر استروجينيك كونديشن، صح؟ فهيجي في الفتره اللي الاكس شغال فيها ولا مش شغال فيها؟ فتره الثلاثينات والاربعينات، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى سيادتك يا دكتوره لما تيجي تذاكر الاندوميتريوزس اكتبي لي كده في الاندوميتريوزس عند كلمه ايج وريسو سوشيو ايكونوميك ليفل وباريتي وبوست فاميلي هيستوري والكلام ده كله، اختصر الكلام ده بكلمه واحده بس، اكتبي فوق الخط، تمام؟ اللي هو مين يا جماعه؟ الخط دوت. والحاجه الوحيده اللي هتعملي عليها دايره هي مين؟ الايج، لانه مش بيتبع القاعده بتاعتي في الايج، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ تهمه من بعض يا ولاد. طيب تعالى بقى نرجع تاني يا ولاد نكمل بقيه الانكولوجي بتاعنا كده، احنا خلاص خلصنا الايتيولوجي. تعالى كده نتكلم مع بعض على الباثولوجي، كلام على السبوره، حد محتاج حاجه؟ طيب الباثولوجي يا اولاد هو الاساس عندنا، الباثولوجي هو الاساس عندنا، هو اساس الانكولوجي كله هو الباثولوجي. هنتكلم مع بعض ولو خلصناه يعتبر خلصنا معظم الدرس بالمناسبه، كان الباقي يكون كله كلام خيبان. السايت لما نيجي نتكلم يا اولاد على الكانسر سيرفيس مايكروسكوبيك ومايكروسكوبيك، طبعا السايت وبعدين مايكروسكوبيك ومايكروسكوبيك. الموست كومن سايت عندي هنا على مستوى السيرفكس اللي بيجي فيه الاندوميتريال كارسينوما هو الترانس فورميشن زون. اشمعنى؟ المنطقه اللي بيحصل فيها فيسيولوجيكال ميتابليزيا. طيب لو انا كان عندي اولاد الترين كافيتي بالمنظر ده كده في الاندوميتريال كارسينوما، اتفقنا مع بعض ان الريسك فاكتور عندي هايبر استروجينيك كونديشن، فشيء منطقي اكتر حته بيجي فيها الاندوميتريال كارسينوما هي الموست سنسيتيف اريا في الاندوميتريال هرمون الاكشن اللي هي مين يا دكتور؟ الفندس، تمام؟ فالموست كومن سايت اللي يجي فيه الاندوميتريال كارسينوما هو الفندس بتاع اليوترس. طيب الموست كومن سايت اللي بيجي فيه اوفريان تيومر انا لسه قايل لكم شويه هو مين يا دكتوره؟ سيرفيس ابيثيليا، ده اللي بيجي فيه في السيرفيس ابيثيليا الاوفريان تيومر. الله
خلصت السايت يا عم، خش معايا على الميكروسكوبك والمايكروسكوبك. دكتوره، لو انا كان عندي السيرفكس بالمنظر ده كده، هنكتشف يا اولاد ان السيرفكس بينقسم الى اكتو سيرفكس واندو سيرفكس، مش كده؟ ادي الاندو سيرفايكال كانال، اللايننج بيسيليم بتاعها لونج فلاندر بيسيليم، تمام؟ والفلوبيان تيوب حد فاكر كان ايه؟ شورت، برافو عليك، تمام؟ طيب يبقى دلوقتي يا اولاد انا عندي الاندو سيرفايكال كانال وعندي الاكتو سيرفكس، الاكتو سيرفكس اللايننج بتاعها ستراتيفايد سكويموس بيسيليم. الراجل بيقول لك هنتكلم في كل واحده فيهم على الميكروسكوبك وهنتكلم على المايكروسكوبك، تمام؟ طيب الميكروسكوبك في حاله الاكتو سيرفايكال كارسينوما يكون عباره عن ايه؟ قال لي قد يكون اي اليومن او اي سيرفس، اي اليومن او اي سيرفس، قد يكون فانجيتيف، قد يكون السريتيف، قد يكون انفلتريتيف. انت ليه يا دكتور بتقول لي الكلام ده؟ علشان لما نبقى نيجي نتكلم بعد كده على الكانسر فاجينا والكانسر فالفا، مش ده اليومن وده سيرفس؟ هلاقي برضو الميكروسكوبك بتاعهم يا اما فانجيتيف يا اما السريتيف يا اما انفلتريتيف. طب برضو هنا كده يا اولاد على الفالفا، يا اما فانجيتيف يا اما السريتيف يا اما يا اولاد انفلتريتيف، تمام؟ يبقى اي سيرفس او اي اليومن هلاقي المالجنت ترانسفورميشن عندي في الميكروسكوبك فانجيتيف السريتيف انفلتريتيف، تمام؟ يبقى لما نيجي نتكلم عندنا هنا كده يا اولاد، في عندنا هنا اكتو سيرفايكال كارسينوما وعندنا هنا كده يا اولاد اندو سيرفايكال كارسينوما. الاكتو سيرفايكال مايكروسكوبيك فانجيتيف السريتيف انفلتريتيف، تمام؟ طيب لما نيجي نتكلم عن اندو سيرفايكال كانال يقول لك هتلاقي عندك السيرفكس بقى بارل شيب، يعني لو انا كان عندي السيرفكس هلاقيه بالمنظر ده كده يا اولاد، هلاقي السيرفكس بالمنظر ده كده يا اولاد. اشمعنى؟ طلع عندك تيومر هنا كده يا دكتور، التيومر ده طلع على مسار اندو سيرفايكال كانال، بقى منظره عامل زي البرمين ولا لا؟ فده حاجه بنسميها بارل شيب سيرفكس. طب خلاص يا عم انت كده خلصت الميكروسكوبك، خش لي بعد كده على المايكروسكوبك. كلنا عارفين يا اولاد ان اللايننج بيسيليوم، اللايننج بيسيليوم بتاع الاكتو سيرفكس عباره عن ستراتيفايد سكيوماس بيسيليوم. فيوم ما يحصل مالجنان ترانسفورميشن الستراتيفايد سكيوماس بيسيليوم يديك ايه؟ سكويموس سيل كارسينوما، ده الاساس، تمام؟ انما اللايننج بيسيليوم بتاع الاندو سيرفكس ده عباره عن ايه؟ كولاندر بيسيليوم. طب كولاندر بيسيليوم لما بيحصل فيه مالجنان ترانسفورميشن يديك يا دكتوره؟ ادينو كارسينوما، مش كده يا اولاد؟ ده برضه يعتبر هنا الموست كومن. انما ده ما يمنعش ان في بعض الاحيان، في بعض الاحيان الاقي ان الاكتو سيرفكس، ما ده كده كله على بعضه الاكتو سيرفكس اهو، ده كله الاندو سيرفكس، تمام؟ الاقي الاكتو سيرفكس بدل ما يكون في سكيوماس سيل كارسينوما الاقي في ادينو كارسينوما. استنى يا عم، معنى كلمه ادينو كارسينوما ان انت سيادتك حصل ماجنا ترانسفورميشن على مستوى كولندر بيسيليوم، يبقى لازم اللايننج بيسيليوم بتاع الاكتو سيرفكس الاول يقلب من ستراتيفايد سكيوماس الى كولندر، وبعد ما يقلب لكولندر يا ولاد يحصل ماجنا ترانسفورميشن. طب يا دكتور الكلام ده هيحصل امتى وازاي؟ انا عندي السيرفكس بالمنظر ده كده، وكلنا عارفين ان الاندو سيرفايكال كانال عباره عن كولندر، عباره عن كولندر، والاكتو سيرفكس عباره عن ستراتيفايد سكيوماس بيسيليوم. قال لك ايه رايك لو البنت ده حصل عندها سيرفايكال اكتوبي؟ يعني ايه يا دكتور سيرفايكال اكتوبي؟ اللي كانوا ايام زمان بيسموها سيرفايكال ايروجن، ان الاستراتيفايد سكيوماس بيسيليوم اللي هنا يحصل له عمليه ريبليسمنت باي كولندر بيسيليوم. ازاي هنفهم في الانفكشن باذن الله؟ بس المره دي الوضع الحالي بقى عندي الاكتو سيرفكس لايند ويز كولندر. لما هذا الكولندر بيسيليوم يا ولاد يحصل فيه مالجنان ترانسفورميشن، ساعتها دي ادينو كارسينوما ولا لا؟ يبقى البنت عشان يحصل عندها ادينو كارسينوما لازم يكون في مرحله قبلها. ايه هي المرحله اللي قبلها؟ لما بدات تعمل حاجه اسمها سيرفايكال اكتوبي يا دكتوره، بدات تعمل عمليه ريبليسمنت للاستراتيفايد سكيوماس بيسيليوم بتاع الاكتو سيرفكس باي سنجل لاير من كولندر بيسيليوم. انا مش معايا. طيب الاندو سيرفايكال كانال ارجع ارسمها لك تاني يا دكتوره، موجود عندي بالمنظر ده كده الاندو سيرفايكال كانال. اللايننج بيسيليوم بتاعها عباره عن لونج كولندر بيسيليوم، لونج كولندر بيسيليوم بالمنظر ده كده. وبناء عليه طالما هي لونج كولندر ابيسيليوم يوم ما بيحصل فيها يا اولاد مالجنان ترانسفورميشن اتفقنا تديكي ادينو كارسينوما. طب ايه رايك بقى؟ ممكن تديكي يا دكتوره سكيوماس سيل كارسينوما. ما احنا فهمنا القاعده، معنى ان هي تديني سكيوماس سيل كارسينوما لازم الاول احول نوع الابيسيليوم دوت من كولندر الى استراتيفايد سكيوماس فيما يطلق عليه اسم ميتابليزيا، تمام؟ بتحول من نوع لنوع ايه اشد شويه، وبعد ما رحت جاي عامل عمليه ميتابليزيا جبت استراتيفايد سكيوماس يا اولاد عملت لكم فيه مالجنان ترانسفورميشن فديتك سكيوماس سيل كارسينوما، تمام؟ يبقى البيزك هنا يا اولاد سكيوماس سيل كارسينوما يقلب لادينو كارسينوما لو حصل اكتوبي، تمام؟ طب البيزك هنا يا اولاد ادينو كارسينوما يقلب لسكيوماس سيل كارسينوما لو حصل ميتابليزيا، تهنا من بعض؟ طيب كده احنا خلصنا الميكروسكوبك والمايكروسكوبك هنا يا اولاد. طيب تعالوا بقى نكمل كده مع بعض السبريد بالمره، تمام؟ قال لك السبريد بتاع اي تيومر في الدنيا عباره عن ثلاث حاجات اساسيه. رقم واحد هيكون عباره عن دايركت سبريد، طب بعد كده بلاد سبريد، طب بعد كده ليمفاتيك. معلش يا دكتوره لما سيادتك تيجي تتكلمي هنا على كانسر سيرفكس هتبداي بمين؟ بالليمفاتيك. اشمعنى؟ ذا موست كومن ميثود اوف سبريد ان كانسر سيرفكس از ليمفاتيك.
ولما اجي اكتب لك الكلام ده هنا الثلاثه هنا، يعني هاجي اقول لك هنا برضه يا دكتوره في عندي هنا دايركت سبريد، محدش يكتب هنا دلوقتي، انا خلصت لكم ده الاول، وهاجي اقول لكم في عندي هنا بلاد سبريد وفي عندي هنا لينفاتيك سبريد، هاجي هنا يا دكتوره اقول لك لو سمحت اعملي دايره حالا دايركت. اشمعنى؟ اذا موست كومن ميثود اوف سبريد الاندوميتريال كارسينوما از دايركت. تمام. تعالى بعد كده يا دكتوره على الاوفريان تيومر، هاجي اقول لك في عندك دايركت سبريد، في عندك هنا دكتوره لينفاتيك سبريد، في عندك هنا دكتوره بلاد سبريد، ونوع جديد حاجه اسمها ترانس سيلاميك سبريد عن طريق بريتونيوم. وهاجي هنا اقول لك اعملي دايرتين، مره حوالين الليمفاتيك ومره حوالين ترانس سيلاميك. الطالب اللي بيفهم هيفهم ليه، لان انا في البايمودال يا اولاد في الايدج قلت لك عندي بايمودال كان عندي حاجتين سيرفيس ابيسيليال اوفيريان تيومر وجيرم سيل، يبقى المستقومه بتاعه السيرفيس ابيسيليال اوفيريان تيومر مختلفه عن المستقومه بتاعه مين؟ الجيرم سيل. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ نرجع لمرجعنا تاني عشان ما نتوهش من بعض. كانسر سيرفيكس، الخانه بتاعه الكانسر سيرفيكس، خلصنا المستقومه سايت قلنا ترانسفورميشن زون، خلصنا الميكروسكوبيك والميكروسكوبيك بتاعه الاندو سيرفايكال والاكيو سيرفايكال كارسينوما. تمام. تعالى بقى نتكلم مع بعض على السبريد. دايركت سبريد مش عايز حد فيكم يحفظ حاجه يا ولاد. دايركت سبريد بمنتهى البساطه ترسمي لي رسمتين للفيميل جينيتال تراك، لاترال فيو بالمنظر ده كده يا دكتورتنا، وعندك قدام للغضب، وعندك ورا مين؟ الريكتوم. وترجعي ترسمي رسمه ثانيه بس انترو بوستيريور فيو بالمنظر ده كده يا دكتوره، انترو بوستيريور فيو، وعلى الجنبين اللاترال بيلفيك ايه؟ وول. لو انت كان عندك هنا دكتوره اندوميتريك اندو سيرفايكال كارسينوما او كانسر سيرفيكس، تمام؟ هيعمل سبريد دي قدام للبلادر، ورا للريكتوم، فوق لليوترس، تحت للفاجينا. صعب الكلام؟ محدش يكتب حاجه، الرسمه واعمل الاسهم. تمام؟ طيب لو انت كان عندك كانسر سيرفيكس هنا كده دكتوره، بدا يعمل انفلتريشن رايح لمين؟ للبارامتريوم، لاترال بيلفيك هول. تمام؟ يبقى بدا يعمل انفلتريشن للبارامتريوم في اتجاه مين؟ اللاترال بيلفيك هول. يبقى احنا كده خلصنا مين يا ولاد؟ الدايركت سبريد. صعب الكلام؟ طيب وهرجع للحته دي كمان شويه لان فيها سؤال شفوي وسؤال ام سي كيو، نرجع لها كمان شويه. طيب البلاد سبريد ده كلام خيبان، لعب عيال 2 بي و2 ال، مش كده يا ولاد؟ ان احنا كنا بناخد هنا يا ولاد بون وبرين، صح؟ وهنا كان ليفر، وايه يا ولاد؟ ولاين. طب كده خلاص خلصت. طب لمفاتيك سبريد يا ولاد؟ دي اللي فيها كلام. قال لك اللمفاتيك سبريد يا دكتوره ان انا ببدا امر بثلاث مراحل. هبدا امر بثلاثة ريلي او ثلاثة ستيشن، حاجة بنسميها يا ولاد برايمري ريلي، وحاجة بنسميها سكندري ريلي، وحاجة بنسميها يا ولاد تيرشر ريلي. الكلام ده مهم جدا 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 جدا. تمام. مبدئيا يا ولاد احنا بنسمي الليمف نود اكوردنج لحاجة من الاثنين، يا اما اكوردنج لاسم البلاد فيسل، يا اما اكوردنج لاس الاورجن على حسب هي موجودة قريبة من مين. لو هي قريبة من بلاد فيسل زي الاورطة يبقى برا اورتك، كومن الياك، اكسترنال الياك، انترنال الياك، فيمرال ليمف نود، مش كده يا ولاد؟ ولو هي قريبه من اورجان زي السيرفكس زي اليورتر بنسميها بارا سيرفايكال، بارا متريم، بارا متريال، اليورتر بنسميها يورتري. مقتنع الكلام ده يا دكاتره؟ طيب دكتور انت عايز تيجي تقول، لو انت حبيت ترسم لنا الرسم هنا عايز تيجي تقول ان انت عندك الاورطه بالمنظر ده كده، بينقسم هذا الاورطه الى كومن اليك ارتر يمين وكومن اليك ارتر شمال. تمام. يبقى سيادتك يا دكتوره ادي الاورطه، ادي الكومن اليك ارتر على الجنبين، وكل كومن اليك ارتر من دول ينقسم الى اكسترنال وايه تاني يا ولاد؟ وانترنال. تمام. ادي الاكسترنال الياك ارتري، وادي يا ولاد الانترنال الياك ارتري. الكلام ده ما يجيش الا بالرسمه. كلنا عارفين ان الكونتينويشن بتاع الاكسترنال الياك ارتري تحت هو مين؟ فيمرال. تمام. الانترنال الياك ارتري بيدي برانشات كتير جدا جدا جدا، سبع برانشات، منهم الامبلايكال ارتري، ومنهم الاوتراين ارتري، ومنهم الاوبتيوريتور ارتري. انا يهمني منهم يا ولاد واحد اسمه ايه؟ اوبتيوريتور. تمام. ادي الاوبتيوريتور. ليه يا دكتور بتقول لنا الكلام ده؟ علشان اقول لك يا دكتوره لو انت كان عندك اليوترس بالمنظر ده كده، تمام؟ وانا كان عندي هنا كده يا ولاد كانسر سيرفكس. الكانسر سيرفكس الماليجنال سيلز اللي هنا عايزه توصل هنا، بس وهي بتوصل يا ولاد بتبدا تريح في ثلاث محطات، تمام؟ ده اللي احنا بنسميها يا ولاد ري. بيقول لك ان الماليجنال سيلز اللي هنا اول ما بتطلع بتلاقي لينف نود موجوده جنب السيرفكس بنسميهم برا سيرفايكال، تمام؟ وتطلع شويه تلاقي اليوتر في لينف نود ريليتد دي بنسميها يوريتيريك. بعد كده في البارامتر بنسميها برا ميتريال. يبقى سيادتك يا دكتوره هتيجي هنا جنب السيرفكس وتعملي ثلاثه ليمف نود. مين هم الثلاثه ليمف نود دول يا اولاد؟ تمام. البارا سيرفايكال اليوريتريك اهو، بارا سيرفايكال، بعد كده فوق شويه يوريتريك، بعد كده لاترال ليها شويه بارا ايه يا اولاد؟ بارامتريال. دول اللي احنا بنسميهم يا اولاد؟ دول اللي احنا بنسميهم برايمر ريلي، ان الماليجنان سيلز اول ما بتطلع بتخبط فيهم تبدا تريح فيهم، مش كده يا دكاتره؟ يبقى سيادتك البرايمر ريلي ثلاث حاجات احنا اتفقنا عليهم، اللي هم انا بقول لك كانسر سيرفكس، يبقى الليمف نود اللي جنب السيرفكس مباشره اللي هي البرا ايه يا ولاد؟ برا سيرفايكال. طب ما كان في عندي ستراكشر مهم جدا 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 بيعدي جنب السيرفكس اللي هو اليورتر، الاقي في ليمف نود ريليتد دي بنسميها يا ولاد يوريتيريك ليمف نود.
طيب اطلعي بره شويه هتلاقي نفسك دخلت في البارامتريا. نبدا نعمل حاجه اسمها يا اولاد بارامتريا. معايا ولا مش معايا؟ طيب السكند ريلي يا اولاد هو مين السكند ريلي؟ قال لك حضرتك في عندك لينف نود ريليتد للاوبتيوريتور بلاد فيسل بنسميها اوبتيوريتور لينف نود. في عندي لينف نود ثانيه ريليتد للانترنال الياك فيسلز بنسميها انترنال الياك لينف نود. وعندي لينف نود ريليتد للاكسترنال الياك ايه؟ فيسلز. ودي بتنقسم لثلاث مجموعات دكتوره. مجموعه ميديال بالمنظر ده كده اهي. مجموعه انتيريور بالشكل ده كده اهو. والمجموعه الثالثه والاخيره يا اولاد لاترال. تمام؟ طيب قال لك ان الثلاثه دول كده كلهم مع بعض بنسميهم بلفيك لينف نود. الدكتور جمال عباس بيحب يسمع كلمه بلفيك اكزيلا. ليه يا اولاد سموها كلمه اكزيلا؟ كنت انتوا خدتوا قبل كده في الكانسر بريست ان منطقه الاكزيلا فيها كميه لينف نود بالهبل، تمام؟ ريتش ان ايه لينف نود. فانا عندي المنطقه ديت في البلفيس فيها كميه لينف نود عنيفه جدا 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 فسمها لك كلمه ايه؟ اكزيلا. ان ريليشن لايه؟ ان فيها كميه لينف نود عنيفه جدا. طب دي عباره عن ايه؟ عباره عن انترنال واكسترنال اليك ايه؟ لينف نود. وفي عندي اوبتيوريتور، ما تنسيش ان الاكسترنال اليك مترتبين في ثلاث مجموعات، انا على الرسمه كلام خيبان، تمام؟ مش محتاجين ان احنا نحفظ ونضيع وقت في كلام خيبان. ميديال انتيريور اند لاترال. ويا جماعه البلفيك لينف نود او البلفيك اكزيلا، تمام؟ دي بتمثل مرحله السكندري ايه؟ ريلي. يبقى سيادتك كان عندك في البرايمري ثلاث حاجات، عندك في السكندري برضه يا دكتوره ثلاث حاجات اللي هم ايه؟ اللي هم سيادتك عندك عباره عن اوبتيوريتور لينف نود اللي هم عباره عن انترنال الياك لينف نود اللي هم عباره عن اكسترنال الياك لينف نود. ما تنسيش الاكسترنال الياك لينف نود. تطلعي كام سهم؟ ثلاث اسهم ميديال انتيريور اند لاترال. طب تتوقعوا يا ولاد يوم ما بيجي اعمل عمليه راديكال هيستريكتومي. راديكال هيستريكتومي يعني ايه؟ واحده عندها كانسر سيرفكس واشيل يوترس بريليتد لينف نود. لو انا فكرت اسيب جروب من الاكسترنال الياك لينف نود اسيب انهي جروب فيهم؟ الانتيريور الميدال ولا اللاترال؟ الابعد عني اللي هي اللاترال، مش كده يا ولاد؟ والكلام ده يا جماعه مهم جدا، انا هقف على كده في التريتمنت. يقول لك ان الانتيريور والميديال جروب بيتشالوا في كل الحالات، اللاترال لا مش محتاجين، تمام؟ لان اللاترال ديت بتسحب منين؟ تسحب من الفيمورال، يعني الفيمورال اللي تحت اهوت كده يا اولاد يبعت لللاترال ديت، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب ارجع تاني يا دكتور. التيرشري ريلي هيكون عباره عن ايه؟ بعد الدكتور ما خلصت البيبي لينف نود هلاقي نفسي محتاج اروح الى الكومن الياك لينف نود، ومين تاني بعد كده يا اولاد؟ البارا اورتك لينف نود. تقولنا من بعض يا دكاتره؟ يبقى احنا كده خلصنا يا ولاد الليمفاتيك سبريد. مش تنسى يا دكتوره معلومه مهمه جدا، ذا موست كومن ميثود اوف سبريد ان كانسر سيرفكس اس ليمفاتيك سبريد. وهتلاقي كتاب الاسم كاتب لك كده ايه؟ كلمتين خيبانين. يقول لك ايه هي يا بنتي انواع الليمفاتيك سبريد اللي ممكن تكون موجوده عند البنت ديت؟ عندي نوعين من انواع الليمفاتيك سبريد، تمام؟ يا اما عن طريق يا ولاد الامبولايزيشن يا اما عن طريق برميشن. يعني ايه امبولايزيشن؟ يعني يا جماعه لو انا كان عندي الليم فيسل بالمنظر ده كده الاقي المالجنانت سيلز ماشيه ازن بلاي، ماشيه ازن بلاي، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طب يعني برميشن؟ لا ده ماشيه كده ايه ماسكه في بعضها بالمنظر ده كده، صعب الكلام؟ طيب كده احنا خلصنا يا اولاد الجزء الخاص بالسبريد، في اي مشكله؟ لسه قايلين اهو، الستير ده هيكون مين وهنا يا دكتوره؟ التيرشري ريلي، كومن الياك واللي برا اورتك. ما بص يا دكتوره بالرسمه كده، انت عندك بعد ما انت اديتي اوبتيوريتور وانترنال واكسترنال هبدا اطلع فوق، هطلع يمين. والانترنال والاكسترنال بيرحموا عشان يدوا كومن اليك، مش كده يا ولاد؟ والاثنين كومن اليك بيرحموا عشان يدوا مين؟ الاورطه. معايا ولا مش معايا؟ طيب كده احنا خلصنا لحد الجزء الخاص بالسبريد في الكانسر سيرفكس. تعالوا كده يا ولاد نشوف الجزء بتاع الاندروبيشر الكارسينوما معانا يكون اخباره ايه؟ ونرجع بعد كده للستيرجنج اند كومبليكيشن. الستيرجنج دي سكيما كده معينه ليه دخله معينه، تمام؟ يقول لك على مستوى الاندروبيشر الكارسينوما مايكروسكوبيك هلاقي البنت ديت موجوده عندها ايه؟ يرحمكم الله. حد محتاج يا ولاد الرسمه دي في حاجه؟ سب مش همسحها يعني سب. اندوميتريال كارسينوما ذا موست كومن سايت از خلصنا منها. طب يا دكتور الميكروسكوبيك الميكروسكوبيك يا جماعه يكون عباره عن حاجه من الاثنين يا اما ديفيوز يا اما بولي فويدال، تمام؟ ديفيوز او فوكال، تمام دكتورتنا؟ طيب لو احنا كان عندنا ولاد الفيميل جين تاتراكت بالمنظر ده كده. يقول لك في الميكروسكوبيك بتاع الاندوميتريال كارسينوما هي كلمتين خيبانين اللي هم كله في الميكروسكوبيك. ممكن الاقي البنت عندها يا جماعه فوكال ليجن بالبويدال فوكال ليجن بالمنظر ده كده. او لو بدا ينتشر وبدا يا جماعه يستمر يقول لك بيركب السيرفس بتاع الاندوميتريوم بالمنظر ده كده 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 ده بنسميها ديفيوز وبيركب السطح لدرجه ان في بعض الناس سموه يا ولاد سيرفيس رايدر تيومر، التيومر اللي بيركب السطح، تمام؟ يبقى انا عندي في الميكروسكوبك حاجه من الاثنين يا ولاد، يا اما يا جماعه فوكال اهي
تمام؟ يا اما يا اولاد ديفيوز، والديفيوز زي ما اتفقنا التيومر بيبدا يركب السيرفس بتاع الاندوميتريوم يا اولاد، فعشان كده سموه يا اولاد سموه سيرفس رايدر تيومر. طب رد عليا محترم بقى والكلام دوت سيرفس رايدر تيومر، رد عليا والكلام دوت يا جماعه سؤال للدكتور عبد المنعم صالح. يقول لك يا دكتور انت كده خلصت الميكروسكوبك، طب الميكروسكوبك يا اولاد عندنا هتبقى عباره عن بلندر ابيسيديان، ده عباره عن اندوميتريال جلاند جلاند جلاند، يبقى يوم يطلع تيومر يطلع تيومر، فيبدا يديك يا دكتور حاجه اسمها ادينو كارسينوما. يبقى الميكروسكوبك اللي هيكون موجود عندنا هنا يا اولاد هيكون عباره عن رقم واحد ادينو كارسينوما، تمام؟ دي شبه نوعين، حاجه اسمها تايب 1 وحاجه اسمها تايب 2، وفي جدول مقارنه بينهم هنيجي نرجع له كمان شويه. طيب في بعض الاحيان الاقي بعض البنات عندهم حاجه اسمها ادينو اكن سوما. يعني ايه رد الكلام دوت؟ دكتوره هو انت عندك اللايننج بيسيليان بتاع بتاع اليوتراين كافيتي عباره عن ايه؟ اندوميتريوم، والاندوميتريوم ده عباره عن ايه يا اولاد؟ جلاند، تمام؟ الجلاند ده عباره عن كولومنر بيسيليان، كولومنر بيسيليان بالمنظر ده كده، فيوم الجلاند يطلع فيها تيومر هنسميها ايه؟ ادينو، ادينو نسبه الى الجلاند كارسينوما، وهلاقي البنت ديت تحت الميكروسكوب المنظر عندها بالشكل ده كده، المنظر عندها بالشكل ده كده، المنظر عندها بالشكل ده كده، تمام؟ عباره عن مجموعه جلاند، اللايننج بتاعها عباره عن مالجنانت بيسيليان، مالجنانت بيسيليان، ده اللي احنا بنسميها يا اولاد ادينو كارسينوما، اللاين بتاعها عباره عن مالجنانت بيسيليام، ادينو كارسينوما. ده المنظر بتاع الادينو كارسينوما، طب ايه رايك بقى؟ في بعض الاحيان لما البنت دي تبدا تتعرض لكرونيك اريتيشن يبدا يتحول هذا الكولندر بيسيليام من كولندر الى استراتيفايد سكيوماس بيسيليام. لو تحول الى بيناين استراتيفايد سكيوماس بيسيليام اسميها يا اولاد ادينو اكنسوما، ركز معايا في الاسم كده، كلمه ادينو اكنسوما يا اولاد تكونوا مقطعين. المقطع الاولاني ادينو، ادينو ايه؟ نسبه للمنظر ده، اهو المنظر ده، ده بتاع الادينو كارسينوما. بلاقي تحت الميكروسكوب ايلاند ايلاندز، مجموعه خلايا او مجموعه جزر فيها ايه يا اولاد؟ مالجنانت سيلز. وهلاقي عندي اكنسوما، الاكنسوما ده عباره عن ايه؟ بيناين ستراتيفايد سكيوماس ابيسيليوم. هلاقي البنت عندها المنظر تحت الميكروسكوب كده، ادي البيزل لير وادي الانترميديت لير بالمنظر ده كده اهو، ادي الانترميديت لير بالشكل ده كده اهو، وادي السوبرفيشال لير يا اولاد. يبقى انا تحت الميكروسكوب في الادينو كارسينوما اشوف المنظر اللي فوق ده بس. طب في الادينو اكنسوما اشوف المنظرين دول. اجزاء فيها ادينو كارسينوما واجزاء فيها ايه يا اولاد؟ بيناين ستراتيفايد سكيوماس ابيسيليوم، فسميناها ادينو نسبه لوجود المالجنان سيلز، اكنسوما نسبه لوجود يا اولاد البيناين ستراتيفايد سكيوماس ابيسيليوم. معايا ولا مش معايا؟ حد تهمني فيها؟ طيب تعالوا بعد كده على الاحتمال الثالث، ان البنت ديت البيناين ستراتيفايد سكيوماس ابيسيليوم ذات نفسه يحصل فيه مالجنان ترانسفورميشن، فيبدا يحصل عندها حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ ادينو سكيوماس سيل كارسينوما. ولاقي المنظر تحت الميكروسكوب يا اولاد عامل ازاي؟ قال لك هتلاقي تحت الميكروسكوب موجود عندك خلايا بالشكل ده كده، تمام؟ اللي هي الادينو كارسينوما اسيناي بالمنظر ده كده، فيها ايه يا جماعه؟ لاين بتاعها مالجنانتي كولندر بيسيليوم، تمام؟ ده بالنسبه للادينو. طب سكيوماس سيل كارسينوما هلاقي عندي سيل نست زي ما زميلتنا لسه قايله، وممكن اه وممكن لا، الاقي السيل نست ديت فيها سنترال كيراتين فيديو بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده، بالمنظر ده كده، ادي سيل نست، تمام؟ وممكن اه ممكن لا الاقي في سنترال كيراتين ايه يا اولاد؟ بيرل، تمام؟ طيب يبقى ده نسميها ادينو سكيوماس سيل كارسينوما. في بعض الاحيان كل الكولنر ابيسيليوم بتاع الاندوميتريوم يتحول الى ستراتيفايد سكيوماس ابيسيليوم، وبعد ما يتحول ستراتيفايد سكيوماس ابيسيليوم يحصل فيه مالجنال ترانسفورميشن، يبقى المنظر ده احنا بنسميه يا اولاد سكيوماس سيل كارسينوما، تمام؟ يبقى بعض الناس عندهم سكيوماس سيل كارسينوما، مش كده يا دكاتره؟ في بعض الاحيان يعني الاقي المنظر كله كده وبس، انما الادينو سكيوماس سيل كارسينوما ده ايه؟ الاثنين دول موجودين. في بعض الاحيان الاقي الدنيا عندي اندفرنشيتد، يعني مش مالها هي من ده، تهمه من بعض. طيب دكتور انت جيت قلت لي انك هتيجي تفرق لي بين تايب 1 وتايب 2 ادينو كارسينوما، تمام؟ يقول لك يا دكتوره ادينو كارسينوما في منها نوعين، نوع اسمه تايب 1 ونوع اسمه ايه يا اولاد؟ تايب 2. ده عباره عن جدول مقارنه موجود عندكم في الكتاب. ايه الفرق بين تايب 1 وبين تايب 2؟ قال لك تايب 1 ده الاندومترويد تايب، تمام؟ طب تايب 2 دوت يا اولاد لا، ده حاجات ثانيه خالص، تمام؟ زي البابيلاري سيروس سيست ادينو كارسينوما والكلير سيل تايب. ايه يا دكتور الكلام ده؟ بص يا اولاد يقول لك ان تايب 1 بيتبع القاعده بتاعتي، ايه هي القاعده بتاعتك؟ ان واحده من ضمن الريسك فاكتور بتاعتنا يا اولاد، واحده من ضمن الريسك فاكتور من ديت عندها هايبر استروجينيك كونديشن، تمام؟ طيب يبقى تايب 1 ده تبع القاعده بتاعتي، وطالما تبع القاعده يبقى بروجنوز كويس ولا وحش؟ كويس، لان ده بيشز عن القاعده. القاعده بتاعتك بتقول لك ان تايب 1 ده عباره عن اندومترويد تايب، بيجي لما البنت يكون عندها يا جماعه هايبر استروجينيك كونديشن. يبقى رد عليا كده يا محترم، معنى ان ده تبع القاعده بتاعتي بيكون موجود في انهي كونديشن؟ هايبر استروجينيك، ومعنى ان هو بيستجيب في التيومر استروجين ريسبتور ولا ما فيش؟ يبقى انا عندي هنا استروجين ريسبتور،
وطالما عندي استروجين ريسبتور يا اولاد يستجيب للهرمونال تريتمنت ولا لا يستجيب؟ يستجيب للهرمونال تريتمنت. وطالما يا اولاد ده عباره عن هايبر استروجينيك كونديشن ويستجيب للاستروجين ريسبتور ويستجيب للهرمونال تريتمنت، متوقع ان الاندوميتريوم عند البنت ديت في اتروفي ولا في اندوميتريوم هايبر بليزيا؟ في اندوميتريوم هايبر بليزيا. ومتوقع يا اولاد ان تايب 1 هيتواجد في الفتره اللي الليفل بتاع الاستروجين بيعلى فيها ولا بيقل؟ بيعلى. طب اذا جيت قلت لك ان انا عندي اثنين من الستات، واحده بوست منوبوزال وواحده بيري منوبوزال، اتوقع ان تايب 1 يجي في مين؟ في البوست منوبوزال ولا في البيري منوبوزال؟ تسلموا، بيري منوبوزال. كل كلمه سيادتك قلتها هنا دكتور عكسهالي هنا تمام، يقول لك ان دوت تايب 2 بيجي في ست ما عندهاش الاستروجين عالي تمام، وبناء عليه مش لازم يكون عندها استروجين ريسبتور، وبناء عليه لا يستجيب للهرمونال تريتمنت، وبناء عليه الاندوميتريوم في البنت اللي عندها تايب 2 اندوميتريال كارسينوما سك ولا سن؟ سن. وبناء عليه البروجنوز كويس ولا وحش؟ وحش. وبيجي في الستات البري منوبوزال والبوست منوبوزال؟ بوست منوبوزال. مش ده الكلام مكتوب عندكم يا اولاد في جدول المقارنه؟ يبقى سيادتك عشان ما تنساش اكتب لي على تايب 1 بيستجيب للقاعده بتاعتي ما بين قوسين، ايه هي القاعده؟ ايه هي كلمه السر بتاعتك يا دكتور؟ ان الاستروجين عالي وما يترتب عليه استروجين عالي، يبقى انا عندي استروجين ريسبتور واستجاب الاندوميتريوم فعمل اندوميتريوم هايبر بليزيا تمام، وبناء عليها هيكون موجود في الستات اللي الاستروجين بيعلى فيهم اللي هو البري منوبوزال نوت بوست منوبوزال. فجود بروجنوزس كل كلمه قلتيها اروح اكسيها في التايب 2 تهنا من بعض. طيب نعم السبريد عندنا يا ولاد هيكون عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات سيادتك يا دكتور. السبريد عندك هيكون عباره عن دايركت سبريد، هيكون عباره عن بلاد سبريد، هيكون عباره عن الليمفاتيك سبريد. اتفقنا يا ولاد هنيجي نعمل دايره حوالين مين؟ نعمل دايره حوالين دايركت سبريد ذا موست كومن ميثود اوف سبريد. ومن حسن حظ البنت ديت يا ولاد ان دايركت سبريد بحرف الدي تعتبر ديلايد. ديلايد يعني ايه يا ولاد؟ يعني يوم البنت يجي لها اندوميتريال كارسينوما اهو اكتر طريقه بيحصل فيها سبريد هي الدايركت. مش هتعمل سبريد بسرعه على فكره، ده هتاخد فتره طويله جدا عشان تعمل سبريد، وده من حسن حظ البنت ديت. تخيلوا يا ولاد ان انا بكلمكم على واحده عندها 50 60 سنه، يعني واحده بوست منوبوزال يا ولاد. البنت البوست منوبوزال دوت المفروض مش بينزل عليها دم، فلما يجي لها اندوميتريال كارسينوما الموست كومن بريزنتنج سيمتوم عند البنت ديت هتبقى ايه يا ولاد؟ بوست منوبوزال بليدنج. مش ده الكلام اللي احنا كنا خدناه قبل كده؟ فلما يجي لها بوست منوبوزال بليدنج تطلع جري على الدكتور. طب لو هي نايمه على ودانها يا ولاد، نامت على ودانها اسبوع شهر شهرين ثلاثه اربعه مش هخاف قوي. ليه مش هتخاف قوي؟ لان الموست كومن ميثود سبريد از دايركت سبريد، وبتاخد وقت عشان تعرف تعمل دايركت سبريد. كل الكلام ده بيخلي البروجنوز بتاعها تيومر جود بروجنوز ولا باد بروجنوز؟ طبعا فيري جود بروجنوز. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ على عكس العن انواع التيومر عندنا وهي الاوفريان. ايه يا اولاد؟ الاوفريان تيومر معانا يا اولاد ولا بتهتم مني؟ طيب دكتور دايركت سبريد خلاص اتفقنا ان ده يعتبر الموست كومن ميثود سبريد يعتبر ديلايد. ليه يا ولاد يعتبر ديلايد؟ كان في حمايه ربانيه موجوده في منطقه الاندوميتريوم بتمنع اي حاجه تعمل لها عمليه انفيجن، علشان لما يبقى يحصل حمل تمام. شوف الحمايه الربانيه كانت حاطه يا ولاد تريا تمام، عشان لما يحصل حمل سنسيتو تروفو بلس ويجيها تاكل في الول، جايه تاكل في الديسيدوا مش تعرف توصل الميومتريوم اللي هي النيتابوخليه. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ فانا عندي حمايه ربانيه موجوده في الاندوميتريوم بتمنع اي حاجه انها تعمل انفيجن بسهوله. البلاد سبريد اروح لمين ولمين ولمين ولمين؟ مونو برين ليفر ولانج زائد يا ولاد ثلاث حاجات بحرف البي. طب لسه اعتقد كتب لكم حاجه واحده بس منهم. زائد ثلاث حاجات بحرف البي اللي هم ايه؟ يقول لك رقم واحد عن طريق البامبيني فورم بليكسس ونروح للاوفري، وعن طريق البيودندل بليكسس وده اللي كتب لي اسم كاتبها بنروح للسب يوريسترال اريا هجيبها لكم على الرسمه، وعن طريق البارا فيرتبرال بليكسس بنروح للبرين. بنروح للبرين. ايه القصه دي يا دكتور يا محترم؟ بص معايا على الرسمه بتاعتنا اللي فوق تمام؟ لو انا كان عندي اولاد الفالوبيان تيوب بالمنظر ده كده وادي الاوفر بالشكل ده كده، يقول لك ان البنت كان عندها اندوميتريال كارسينوما المالجنا تنزل هنا دكتوره بقدره واحد احد بقت موجوده هنا. ايه الابداع في كده؟ ما انت ممكن المالجنا تنزل تمشي ترانس اليمنى مش كده؟ ولما تمشي ترانس اليمنى الاولاد راحت الاوفري ولا لا؟ قال لك لا بقى يا ستي، انا عندي مالجنا سيلز هنا هوب مره واحده لقيتها هنا والحته اللي بينهم ايه؟ كير. يبقى اكيد المالجنا سيلز مشيت من هنا لهنا في طريق ثاني غير دي يا جماعه غير اليومن. قال لك عن طريق الكامبينيفورم بليكسس اوف فينز. فده يا اولاد حوالين الاوفري بليكسس اوف فينز كده 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 بينه وبين اليوتراين بليكسس اوف فينز في انستموزس. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى انا عندي مالجنا سيلز جت من هنا وعن طريق الدم وصلت هنا. فاهمين الكلام ماشي ازاي يا اولاد؟ طيب في بعض الاحيان لو انا كان عندي الفاجينا بالمنظر ده كده وادي البلادر بالشكل ده كده وادي اليوريسترا، يقول لك الاقي المالجنان سيلز اللي هنا معايا يا شباب، الاقي المالجنان سيلز اللي موجوده هنا يا اولاد بقدره واحد احد اتنقلت هنا. موجوده فين هنا يا دكتور؟ يعني قال لك ذا لور موست بارت اوف ذا انتر فاجينال وول.
اللي احنا بنختصرها بكلمه ثانيه اسمها يا ولاد صابيو ريسترال اريا، صح؟ ما هو الصابيو ريسترال اريا ديت تعتبر ذا لور موست باتو ذا نتور فاجينال يا ولاد وول برضه. ايه اللي بتاع عندك يا دكتور؟ ما انت ممكن الماريجنال سيلز اللي هنا ترانس فيومينال عدت من السيرفكس وعدت من الفاجينا وجت هنا. قال لك لا يا ستي، انا عندي ماريجنال سيلز هنا ومره واحده ظهرت هنا واللي بينهم كله ايه؟ كلير. يبقى كده انا اخدت طريق ثاني غير الطريق دوت، تمام؟ ايه هو الطريق ده يا ستي؟ قال لك البيودندال بليكسس وفينز اللي موجود عندنا هنا، تمام؟ بينه وبين اليوتراين بليكسس في انستموزس، فالماريجنال سيلز مشت عن طريق الدم. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب اخر حاجه يا اولاد، قال لك نوصل للبرين. انت لسه قايل لي اصلا واحده من ايه ضمن الحاجه بتاعت البلد يا اولاد؟ بوني برين. انت جاي تقول لي برين تاني ليه؟ يا دكتور انا عشان اوصل للبرين بالطريقه الايه؟ العاديه، الطريقه الاوردينال اللي الناس كلها عارفاها، لازم الدم اللي هنا يروح للانفيروفينا كيفا، مش كده يا اولاد؟ وبعد ما يروح للانفيروفينا كيفا يروح لمين؟ للهارت. وبعد ما يروح للهارت، الهارت تروح جايه مودين لمين؟ اللاين. وبعد كده اللاين تروح جايه مرجعه تاني لمين؟ للهارت. وبعد كده الهارت تروح جايه بعته للبرين، مش كده يا اولاد؟ اي حاجه موجوده هنا تروح للرايت سايد والزهارت. رايت سايد يروح جايه بعتها على اللانج عشان تاخد اكسجين، اللانج ترجعها تاني للهارت. الهارت يبعتها لمين؟ للبرين. يبقى شرط ان انا اروح للبرين لازم اكون عديت على مين الاول؟ اللاين. فالراجل لما كان بيحب يرزق على بعض الناس يقول لك ايه؟ طب يا بنت ينفع البنت يكون عندها اندوميتريال كارسينوما ويكون عندها ميتاستاس في البرين وزاد البريزنس في اللاين؟ ما هو علشان اعدي على البرين لازم الاول اعدي على مين يا ولاد؟ على اللاين. قال لك اه ينفع يكون عندي تيومر هنا واطلع على ايه؟ على البرين على طول باي باس اللاين. يبقى كده انا خدت الباسوي الاوردينري ان انا رايح عن طريق الفور فينا كيفا للرايت سايد بتاع الهارت ومنه لللاين ومنه لللفت سايد ومنه اتوزع. لا ده انا ماشي عن طريق بره المكتبه بنوصل في فينس، تمام؟ لو البنت كان عندها تيومر كده وادي الفيرتبري بالمنظر ده الاقي فيه انستموزس بين اليوتراين بليكسس وبين البارا فيرتبرال بليكسس وفين اطلع برين دايركت، وساعتها المالجنان سيلز يا اولاد رايحه للبرين دايركت وهي باي باس الايه اللانج. فهمنا الكلام ماشي ازاي؟ يبقى هتيجي سيادتك عند كلمه بلادز بريد تكتب السكيما بتاعتنا 2 بي و2 ال زائد 3 حاجات بحرف البي اللي هم من الدكتور كان بيرفورم بليكسس اروح للاوفال بيودندال بليكسس ودي موجود عندكم في كتاب الاس بروح للسابيو ريسترال اريا اللي هو ذا لور موست بارت اوف ذا انتر فاجينال بول. بعد كده يا اولاد اروح لمين؟ بعد كده اروح للبارا فيرتبرال بليكسس وفينز عشان اوصل للبرين. تفهم عن بعض يا اولاد؟ طيب لمفاتيك سبريد يا دكاتره، لمفاتيك سبريد لنفاتك سبريد هتكتبي له يا دكتوره قدامه اربعه، اكتبي له هسيب لك الاخر الرسم، تمام؟ هتكتبي عند كلمه لنفاتك سبريد اربعه. ايه هم الاربعه يا ولاد؟ انا عندي اليوترس اربع حتت فيه بيروحوا لاربع اماكن اللي هم ايه يا محترم؟ بص معايا. حد محتاج الجدول ده في حاجه؟ طيب. معلش هنمسحه يا ولاد. خلاص ما حدش عايز الجدول صح؟ لو انا يا ولاد كان عندي اليوترس بالمنظر التالي لنا كده ماشي معاكم ولا تايهين يا ولاد؟ كله تيومر لوحده ولا جدول؟ جدول ماشي تمام؟ بتقول يا عمرو؟ جت فازر يا عمرو. امبارح كنت بقلب في موبايلي يقول لي جت فازر المفروض عليه، قلت له رد هيكون بكره في المجموعه. سلام مفروض لك. بص يا ولد. كلوز ان اوف بتقول يا حبيبي؟ كلوز ان اوف كلوز انف. نفسي اشوف النصيحه ديت في الامتحان. تمام؟ لا مش هتفاجئ، انا واثق من اللي انا هشوفه يا عم. بص يا ولد، لما نيجي نتكلم على الليمفاتيك سبريد بتاع اليوترس، انا قسم اليوترس لاربع اماكن، ايه هم الاربع اماكن؟ الفوق اللي فوق ده خالص اهوت اليوترس هنا كده احسن اوقع علشان الرسمه بتاعتنا تبقى مظبوطه. اللي فوق اللي هو الفندس طالع لفوق والاسمس نزل لتحت وما بينهما جاي في الجنب. يا دكتور الكلام ده جيبها لي من على الرسمه لو سمحت يا دكتوره. اللي فوق طالع فوق واللي تحت نازل تحت واللي في النص على وضعه. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب اللي فوق طالع فوق رايح لمين؟ رايح لاعلى لنف نود عندنا اللي هي برا اورتك لنف نود. خلي بالك معايا يا ولاد، اللي فوق بتاع الفينجين تراكت كلها. يعني يا دكتور الكلام ده؟ يعني حضرتك يا دكتوره المالجنا ترانسفورميشن بتاع الاوفري وبتاع الفالوبيان تيوب وبتاع الفندس رايحين لمين يا ولاد؟ للبرا اورتك. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ علشان لا ولو افترضنا افتراض جدل ده طبعا الكلام مش عليكم، يقول لك المالجنا ترانسفورميشن على مستوى الفالوبيان تيوب الليمفاتيك درينج بتاعها رايح لمين؟ برا اورتك. اللي فوق كله طالع فوق، من هم اللي فوق ثلاث حاجات، الفندس بتاع اليوترس الفالوبيان تيوب والاوفري. انا هاخد هنا الفرسين يا دكتوره صح؟ واللي تحت نازل تحت، مين اللي تحت؟ هو الاسمس از السيرفكس. يعني يا دكتور؟ ان هنروح للبرا سيرفايك واليوريتريك والبارامتر، بعدين هنروح للبلفيك لينف نود ده سكند ريلي، بعدين نروح لقمه الى كوي البرا اورتك. تهم عن بعض يا ولاد؟ طيب واللي في النص رايح اللي في النص رايح لبيبي كلين في النص دايركت. تاني يا ولاد، يبقى اللي فوق طالع فوق رايح لبرا اورتك،
واللي تحت الاسمس زيه زي السيرفرز، هيمر ببرايمري ريلي وبعدها يروح لسكندري بعدها يروح لمين يا اولاد تيرشري. طب واللي في النص يا دكتوره الكوربس بتاع اليوترس رايح دايركت اللي في النص، مين اللي في النص عندنا يا اولاد؟ بلفيك لينفنود. يتبقى لي منطقه رابعه، ايه هي المنطقه الرابعه يا دكتور؟ قال لك الكورنيو اللي هو الاتاتشمنت بتاع الفالوبيان تيوب في اليوترس، الكورنيو يا اولاد تمام. في عندي هنا ليجمنت اسمه راوند ليجمنت، قال لك الماليجنانت سيلز اللي هنا عن طريق الراوند ليجمنت تنزل وتروح لمين يا اولاد؟ للفالفا. طب الليمفاتيك درينج بتاع الفالفا رايحه لمين؟ قال لك عندك هنا يا دكتوره حاجه اسمها انجوينال ليجمنت تمام. في ليمف نود ريليتد ليها بنسميها انجوينال ليمف نود سوبرفيشال اند ديب، وانا عندي هنا حاجه اسمها فيمرال نود سوبرفيشال اند ديب. تقوم يا جماعه يقول لك ايه؟ يقول لك ان التيومر اللي هيطلع في الكوربس يروح للسوبرفيشال اند ديب انجوينال ليمف نود، للسوبرفيشال اند ديب فيمرال ليمف نود. واللي جاب ده لده؟ لان تسيادتك الماليجنان سيلز اللي هنا راحت للفالفا، وبعد ما راحت للفالفا راحت للليمفاتيك درينج بتاع الفالفا، يا اولاد منطقه الفالفا من تحت، انتوا لو جيتوا تشوفوا ايه العظمه؟ العظمه من هنا تمام؟ الانجوينال ليجمنت مش ماشي منها وماشي ماشي 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 في اتجاه الفالفا، مش كده يا اولاد؟ يبقى سيادتك الفالفا رايحه لمين؟ للانجوينال تمام؟ والفيمرال معايا ولا مش معايا؟ يبقى سيادتك الليمفاتيك رايح لكام مكان يا اولاد؟ اربعه. دكتوره اللي فوق طالع فوق، مين هو اللي فوق عندك؟ برا اورتك. واللي تحت زي اللي تحت، مين اللي تحت؟ الاسم زي اللي تحت اللي هو السيرفكس. اعتقد ان احنا لسه مخلصين السيرفكس بالبرايمري والسكندري والترشري ليه. واللي في النص رايح اللي في النص، يتبقى لي تكت الشفوي الكارديو رايح للسوبرفيشال انجوينال ليمف نود. جت منين يا ابني؟ عن طريق الراوند ده جت رحنا الفالفا، والفالفا عملت بالواجب يا اولاد معايا ولا فهمنا من بعض؟ معايا. طيب كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالسبريد. تعالى لي يا دكتور يا محترم على الاوفيريان تيومر. اوفيريان تيومر مايكروسكوبيك مايكروسكوبيك، ده الحصه الجايه تحت مسمى حاجه اسمها دبليو اتش او كلاسيفيكيشن. ده السؤال النظر اللي بيجي وهايلي اكسبكت نوينز دلوقتي. لا 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 يا حبيبي، الدبليو اتش او كلاسيفيكيشن بتاع الاوفيريان تيومر ده ما بيتلغيش. فهمت الكلام ماشي ازاي؟ لا 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 ده ما اتلغاش، ده معاك خلاص. دبليو اتش او كلاسيفيكيشن من اهم الاسئله اللي بتنزل، فالراجل مش عايز الديتيلز بتاعت الميكروسكوبك والمايكروسكوبك، الراجل عايز ايه؟ كلاسيفيكيشن تمام. طيب يبقى مايكروسكوبك مايكروسكوبك اصبر عليه، خش لي بعد كده على نص كومن سايت اللي هو انطاوب سيرفيس ريساليا تمام. طب على مستوى السبريد عندي ايه وايه وايه يا اولاد؟ دايركت ليمفاتيك بلاد يا عمرو وترانس ليمت تمام. شباب دايركت سبريد، لو حضرتك يا دكتورنا عندك الفيم جين تراكت بالمنظر ده كده تمام، وعندك يا اولاد اوفيريان تيومر بالشكل ده كده. لو انا كان عندي اوفيريان تيومر دايركت سبريد هيروح لمين؟ بعد كده هيروح للفالوبيان تيوب ان اليوترس. خلصنا؟ صعب الكلام؟ طيب ليمفاتيك سبريد انا لسه قايلها يا جماعه من شويه، الاوفر رايح لمين؟ ها؟ للبارا اورت ليمف نود مش كده؟ اللي فوق طالع فوق صح؟ طيب ايه رايك يا دكتوره بقى؟ ان الليمفاتيك سبريد فيها تكتين، التكه الاولاني ذا موست كومن ميثود اوف سبريد ان جيرم سيل تيومر، يعني الجيرم سيل تيومر اخطر طريقه تنتقل بيها هي الليمفاتيك سبريد. طب الحاجه الثانيه تبع القاعده بتاعتنا يا اولاد، يوم ما يكون عندي اوفيريان تيومر خصوصا الجيرم سيل تيومر ويفكر ينتقل عن طريق الليمفاتيك سبريد بيروح لمين؟ انطوى للبارا اورتك ليمف نود صح؟ في بعض الاحيان ممكن نروح للبلفيك ليمف نود، وهنيجي عند البلفيك ديت نعمل علامه استفهام. ليه يا اولاد؟ يا دكتور احنا مقتنعين ان اللي فوق طالع فوق، يعني المفروض يا اولاد ان انا هنا كده اهوت اوفري رايح لبارا اورتك ليمف نود. سؤال ايه اللي يخليني كده انزل 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 انزل؟ لو انا نزلت كده يا اولاد وانا ماشي في اتجاه الليمف ولا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. فقال لك في بعض الاحيان الاقي البنات اللي عندهم اوفيريان تيومر بدل ما هم عندهم بس بارا اورتك ليمف نود انلارجمنت الاقي عندهم بلفيك ليمف نود انلارجمنت. معنى كده يا اولاد ان الماليجنان سيلز مشيت في عكس الاتجاه ولا لا؟ دي حاجه بنسميها ريتروجريد ليمفاتيك بيرميشن. يبقى لو جاء لك يا بنت ازاي الليمف نود بتنضرب؟ بتنضرب عن طريق الريتروجريد ليمفاتيك بيرميشن. فاهمين قصدي يا اولاد؟ طيب كده احنا خلصنا الليمفاتيك سبريد. البلاد سبريد يا اولاد بنروح منه لمين ولمين؟ بونو برين ليفر ولانج. خلصنا تمام. ترانس ليميك سبريد ديت عن طريق البريتون بتروح للدوجلاس باوش، وهتيجي لي عندها تكتب لي حاجه مهمه جدا، ذا موست كومن ميثود اوف سبريد في حالتي يا اولاد سيرفيس بيسيليال اوفيريان تيومر تمام. طيب تعالى نتكلم مع بعض بسرعه على الكوميونيكيشن، بعدها ناخد الستيجنج بتاعت اول اثنين تيومر. ولو خلصنا الباثولوجي باكد عليكم تاني، الانكولوجي خلص مش هتحسوا بقيمه الكلام ده الا بكره. كلينيكال بيكتشر واحده، الانفستيجيشن على فكره فيهم كلهم هتبقى واحده. واحده ازاي يا دكتور؟ هو انا يا اولاد لما اجي اقول لك بلاد سبريد بروح لبون هعمل بون، سكان برين هعمل سي تي، ليفر هعمل ليفر سكان، لانج هعمل شيست اكس راي.
لما اقول لك يا دكتوره انا عندي لفاتك سبريد هعمل فيش روزن بايوبسي، لما اقول لك دايركت سبريد يبقى انا هعمل سي تي ام ار اي واي في بي، مش كده يا اولاد؟ كلام خيبان، الموضوع خلص تمام. التريتمنت برضو خيبان، فانا يهمني الباثولوجي. طيب تعالى يا دكتور كلمنا على الكومبليكيشن، اكتشف ان الحصه بتاعه بكره انا بقول كلام واحد فيهم كلهم، الاختلافات بينهم تبقى ماينور، انما اللي يهمني يا اولاد الباثولوجي. ربنا يستر خير، احاول اخلص لكم الورق الكمبيوتر ده النهارده ويكون موجود معاكم. دلوقتي يا اولاد عندنا في الكومبليكيشن فيهم كلهم، فيهم كلهم، اي واحده عندها مالجنا ترانسفورميشن يا اولاد عندها كاشيكسا ولا لا؟ ها؟ عندها ديستان ميتاستاسيس ولا لا؟ عندها هيموريج ولا لا؟ عندها انفكشن ولا لا؟ اي تيومر في الدنيا بيعمل الكلام ده يا اولاد. يبقى دوت يا اولاد الجنرال سكيم بتاعت اي مالجنا تيومر في اي حته في الدنيا، اي تيومر في اي حته، كانسر بريست، اندوميتريال كارسينوما، اوفريا تيومر، اي تيومر في اي حته في الدنيا يا اولاد بيعمل كاشيكسا، بيعمل ديستان ميتاستاسيس، بيعمل هيموريج، بيعمل انفكشن، مش ده الكلام المنطقي؟ زودي هنا يا دكتوره حاجتين. ذا موست كومن كوز اوف ديس في الاوفريان في كانسر سيرفكس از يوريميا. يبقى البنت اللي بتحصل عندها يا اولاد يوريميا تمام؟ ذا موست كومن ميستو في سبريد. واكتبي لي كده عليها كده يا دكتوره مؤقتا مؤقتا كده ستيج 3 بي. واكتبي لي جنبها ديو تو كومبريشن نوت انفيجن. ايه الكلام ده؟ هتفهموا احنا بنتكلم حالا دلوقتي على الستيجنج تمام؟ طيب وفي بعض الاحيان يا اولاد انا كان عندي ليترز بالمنظر ده كده وتيومر طلع في الاندو سيرفايكال كانال وحصل انفكشن بيحصل عندي حاجه اسمها بايومترا، بايومترا يعني كوليكشن اوف باستن سايد الفاين كابت. طيب اندوميتريال كارسينوما السكيما ذا موست كومن كوز اوف ديس في الاندوميتريال كارسينوما از مالجنانت بيريتونايتس. طيب الكومبليكيشن بتاعت الاوفريان تيومر نفس الكلام والموست كومن كوز اوف ديس از ستاندرد اوبستراكشن، بس معلش الكومبليكيشن هنا تنزل لوحدها سؤال نظري، فعشان هي تنزل سؤال نظري يا اولاد هنحفظهم مع بعض بكلمه تي ار اتش زائد اي بي ام، وهناخد تنزل سؤال نظري ده بكره تمام. دكتورتنا هنا كاشيكس يا ديستنت ميتاسيس هيموريج انفكشن زائد الموست كومن كوز اوف ديس اللي انا هبدا بيه، انا مش هبدا بالسكيما، انا هبدا بيه اللي هو اليوريميا 50% من الاسباب اللي يا جماعه الديس في الكانسر سيرفكس هي اليوريميا. طيب هم ايش دخل في الكانسر يوترس؟ مالجنا البرتونايتس. دكتورنا مش انت عندك اليوترس بالمنظر ده كده والاندوميتر ما هو مالجنا سيلز ذا موست كومن موست سبريد ده از دايركت، هي نعم دريت بس دي تعتبر موست كومن، تفضل ماشيه 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 وتنخر لحد ما توصل لمين؟ للبريتون. مالجنا برتونايتس ذا موست كومن موست ديس. طيب الكوميونيكيشن بتاعت الاوفريان تيومر اكتب لي عليها لوحدها كده هام جدا نظري، ده سؤال نظري هايلي اكسبكتد ومش عارف هينزل لكم اصلا السنه دي. نحفظها ازاي يا دكتور؟ احفظها معايا بكلمه تي ار اتش تورجن ار رابشر اتش هيموريج، وهناخدهم بكره في جدول لان الثلاثه اولاد نفس الكلينيكال بيكشر نفس التريتمنت او متشابه التريتمنت لحد ما. اي بي ام 321 ثلاث حاجات بحرف الاي، حاجتين بحرف البي، واحد ام، مين الثلاثه اي؟ انتستاينال اوبستراكشن، ودي تكتبي لها قدامها يا دكتوره ذا موست كومن كوز اوف ديس في الاوفريان تيومر، بعدين انفكشن احنا لسه قايلينها يا جماعه من يمت شويه، والانكارسريشن الاثنين بي يا اولاد هيكونوا عباره عن ايه؟ الاثنين بي اللي عندنا هيكونوا عباره عن بريجر مانيفستيشن وبريجننسي كومبليكيشن. الام مالجنان ترانسفورميشن، دكتور مش الاوفريان تيومر مالجنانس، لا في بعض احنا ممكن يكون عندي نوعين اوفريان تيومر تمام، يبقى الام يا اولاد مالجنانت ايه؟ ترانسفورميشن تمام. طيب كومبليكيشن ده حد تعمل فيها موست كومن كوز اوف ديس از يوريميا، موست كومن كوز اوف ديس از مالجنان بيريتونايتس، موست كومن كوز اوف ديس از انت بغض النظر هل التيومر بناين ولا مالجنانت يا اولاد اوفريان تيومر. تعالى نتكلم مع بعض على الاستيجنج وده مهم جدا واهم ستيجنج فورم بتاع كونسر سيرفيس، وهنفهم الستيجنج مش هنحفظه، هنفهم يا ولاد الستيجنج مع بعض مش هنحفظه. هناخد الستيجنج يا ولاد النهارده بتاع كونسر سيرفيس الدكتور كارسنوما، كان اسمها تحفظهم بكره. هناخد ستيجنج بتاع الاوفريان تيومر وناخد بعد كده ورد انفستيجيشن وتريتمنت تمام؟ لما نيجي نتكلم على الستيجنج عندنا يا ولاد الستيج بتاع التيومر في الدنيا منقسم لكام مرحله يا دكتور؟
اربع مراحل مش كده؟ في عندنا يا اولاد ركزوا معايا الكلام عندكم في الكتاب بس انا عايزك بس تفهموا. في عندنا ستيج 1 عندنا ستيج 2 عندنا ستيج 3 ستيج 4. دكتورتنا الغاليه لو سمحت بينا وبعض كده لازم نكون متفقين مع بعض على حاجه، ده السكيما اللي احنا هنفهم بيها عشان لما نيجي نحفظ يبقى الحفظ سهل بالنسبه لنا، تمام؟ ستيج 1 انا كونفايند للاورجان، اورجان يعني ايه؟ يعني يا ولد لو انا هنا بتكلم على كانسر سيرفكس يبقى انا ستيج 1 هفضل موجود في مين فقط لا غير؟ في السيرفكس فقط لا غير، هيقول لك بقى ستيج 1 اي 1 1 اي 2 1 بي 1 1 بي 2 قسم زي ما انت عايز. من 1 اي 1 لحد 1 بي 2 انا كده كده لسه ما زلت موجود فين يا ولاد؟ في السيرفكس، تمام؟ طيب ستيج 2 للمحطه الثانيه بعد الاورجن. مين المحطه الثانيه اللي بعد السيرفكس؟ ادي الفاجينا واطلع بره شويه تلاقي عندك بارامتريا. طب ستيج 3 نواقص 2 يعني ايه؟ يعني يا دكتوره لو انا كان عندي كانسر سيرفكس في ستيج 1 هفضل كونفايند للسيرفكس. ستيج 2 هاخد جزء من الفاجينا وجزء من البارامتريا. طب ستيج 3 كامل النواقص كامل النواقص، فهمتوا الكلام ماشي ازاي؟ طب ستيج 4 يا دكتوره ده الديستانس متاسس اللي انتوا كلكم حافظينها. فتيجي كده نطبق الكلام ده على كانسر سيرفكس وبعدين نرجع نطبق نفس الكلام ونفس الكيما تاني يا ولاد على الاندوميتريا الايه؟ كارسونوما. كانسر سيرفكس ستيج دكتورنا غالي ستيج 1 انا بكون فيها كونفايند لمين يا ولاد؟ للسيرفكس. اكتشفنا يا ولاد ان ستيج 1 دي بتنقسم الى 1A 1B. قال لي كان 1A يا دكتورتنا دي عباره عن مايكرو انفيجن. معنى كلمة مايكرو انفيجن يا ولاد ان انا بعمل انفيجن بالملي. طيب 1 بي ده مايكرو انفيجن، معنى كلمة مايكرو انفيجن بعمل انفيجن بالسنتي. معايا ولا مش معايا؟ طيب 1 ايه انقسمت الى 1 اي 1 1 اي 2 تمام؟ طب 1 بي هتنقسم الى 1 بي 1 1 بي 2. ايه اللي بيحصل؟ دكتورتنا لو انا كان موجود عندي استراتيفايد سكيما سيبيسيليان بالمنظر ده كده. بصوا يا لو انا حصل عندي ملينا ترانسفورميشن انترابيسيليان ضربت لك اللور اند سيرت بس ده كان حاجه اسمها سي اي ان جريد واحد. ضربت اللور تو سيرت ده حاجه اسمها سي اي ان جريد اثنين. ضربت اكتر من التلتين بس مش وصلت للهول 6 ستار بالمتر بنسميها سي ان جريد 3. ضربت لك الهول سيكنس بنسميها سي اي اس كارسونوما انسايتو وبعض الناس بيسموها كانسر سيرفكس ستيج 0 تمام. في الكلام ده كله يا ولاد انا كنت في مرحله اسمها سي اي ان سيرفايكال انترا انترا ايبيثيليال. انا كان عندي مالينا ترانسفورميشن داخل الايبيثيليال. سؤال هل انا عملت انفيجن للايبيثيليال؟ طبعا لا. لو انا يا ولاد بدات اعمل عمليه انفيجن على مستوى الايبيثيليال يبقى سيادتك بدات تنتقل لمرحله الكانسر. ايه يا ولاد؟ سيرفكس. فبيقول لك على حسب الدبس بتاع الانفيجن. لو انا عملت انفيجن دبس 3 مللي، لو الدبس اوف انفيجن كان 3 مللي فقط لا غير، ده بنسميها يا ولاد 1 اي 1. طب لو الدبس بتاع الانفيجن زاد بدل ما هي 3 مللي لا بدات تزيد يا ولاد، بدات تبقى ايه يا جماعه؟ 5 مللي. خلي بالك معايا انا بقول لك في الانفيجن انا بالمللي، لو 5 مللي هنسميها 1 اي 2. طب لو الدبس بتاع الانفيجن زاد اكتر واكتر 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 بقى بالسنتيمتر ولكنه اقل من 4 سم هنسميها 1 بي 1. طب لو زاد اكتر واكتر 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 بالمنظر ده كده نسميها 1 بي 2. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يبقى دوت كده يا ولاد اقل من 4 سم، دوت اكتر من 4 سم. بس يا ولاد سواء كنت انا 1 اي 1 او 1 اي 2 1 بي 1 او 1 بي 2 في الاربع كاميرات دول انا لسه ما زلت كونفايند للسيرفكس ولا لا؟ دكتور احنا كده كده هننسى. عشان ما تنساش يا دكتور يا محترم افتكر لي ان انا في السيرفكس انا لسه ما زلت كونفايند لمين يا ولاد؟ للسيرفكس. عندي الاي مايكرو انفيجن، البي مايكرو انفيجن. مايكرو معناها بالملي، مايكرو معناها بالسنتي. طب عشان ما ننساش يا ولاد افتكر السيرفكس يا دكتوره 3 4 5 صعب الكلام؟ ال 3 وال 5 بالملي وال 4 ايه؟ بالسنتي، اكتر من اقل من. جيبها لنا كده تاني يا دكتور لو سمحت. عندي 3 وعندي هنا كده يا ولاد 4 ورجعنا هنا تاني 5 صعب الكلام؟ 1 اي 1 ديبس اوف انفيجن كام ملي؟ اب تو 3 ملي. 1 اي 2 ديبس اوف انفيجن اب تو كام ملي؟ 5 ملي. 4 اقل واكتر تهمه من بعض. يبقى سيادتك يا دكتوره ستيج 1 انا كونفايند للسيرفكس تمام؟ ارقام يا دكتور هتتلخبط فيها في اخر السنه يا عم هتتلخبط على حاجه 3 4 5 البدايه والنهايه بالملي واللي في النص دي يا دكتوره بالسنتي تمام؟
اهو البدايه والنهايه بالملي واللي في النص بالسنتي اكتر من اقل من صعب الكلام. وسيادتك يا دكتوره لما تيجي تجيبها لنا هنا كده على الرسمه هتروحي جايه عامله لي الدبسو في انفيجن كده صغير كام ملي؟ انطوا كبر شويه بقى كام ملي؟ 5. كبر شويه بقى اقل من 4. كبر اكتر بقى اكتر من، وهتكتشف في الاخر ان انت قلت 3 ارقام 3 4 5 صح. وهتكتبي هنا كده دكتوره 3، هتكتبي هنا كده 5، تكتبي هنا كده 4، هنا 4، بس احنا عارفين هنا اقل وهنا ايه يا اولاد اكتر. صعب الكلام؟ طبعا انت ايه مش محتاج ان حد يقول لك ان الثلاثه والخمسه بالملي وان الاكثر منه الاكثر من بالسنتي، صح يا ولاد؟ طيب دكتور احنا كده خلصنا ستيج 1، حد تاهمني فيها يا ولاد؟ معلش انا اسف، انا اسف يا جماعه. رد عليا. 1 اي 1 ديبس اوف انفيجن اب تو 1 اي 2 ديبس اوف انفيجن اب تو 1 بي 1 اقل من 1 بي 2 اكثر من، الكلام يتحفظ واحنا هنا يا ولاد. يبقى انا ستيج 1 لسه نازل كونفايند مين؟ 1 اي 1 ديبس اوف انفيجن اب تو 1 اي 2 1 بي 2 1 بي 2 اكثر من 4، لازم نكون بلغناها نعم 1 بي 1 نعم 1 بي 1 اقل من 4 تمام. طب 1 اي 2 1 اي 2 1 اي 2 5 ملي. كان عندي امل، كان عندي امل ان الكلام ده يكون ثابت في دماغك، كان عندي الكلام ده يكون ثابت في دماغك. ما علينا ما علينا. بصوا يا ولاد بصوا يا ولاد بصوا يا ولاد اي 1 واي 2 بي 1 وبي 2 اي 1 يبقى كام؟ 3 اي 2 بي 1 بي 2 ولا ايه حزمت ولا ايه دكتور احنا مظبطينها كده خلاص معلش مش هلعب في النقر يا حبايبي تمام. يبقى السيرفكس كده يا ولاد سيادتك في الرسمه المحترم انك ليها، سيادتك في الرسمه ايه انك ليها لو سمحت 3 مللي كبر شويه 5 مللي كبر شويه اكتب لي اقل من 4 كبر شويه اكتب اكتر من ايه من 4 تمام. المحطه الثانيه اللي بعد السيرفكس يا ولاد هي مين؟ اند. يبقى سيادتك متوقعه ان ستيج 2 هيكون 2 اي و2 بي. 2 اي انا رايح لمين؟ للفاجينا. 2 بي انا رايح لمين؟ سؤال مهم، هضرب الفاجينا كلها والبارامتر كلهم، سيب حاجه تكملها في ستيج ايه؟ يبقى انا متوقع ان 3 اللي بتكمل ناقص، يبقى انا عندي 3 ايه؟ تكمل ناقص 2 ايه؟ مش كده؟ وعندي 3 بي تكمل ناقص ايه يا ولاد؟ 2 بي. يبقى يا ولاد انا في حاله ستيج 2 ايه؟ انا هضرب ابر تو سيرد اوف ذا فاجينا. تمام؟ طيب 2 بي، بي دخلت البارامتريا، يبقى ضربت البارامتريا ريتشنج تو لاترال بيلفيك كول ولا نوت ريتشنج؟ نوت ريتشنج. يبقى 2 ايه؟ الابر تلتين بتاعت الفاجينا، فرق كبير جدا لما اكون فاهم ستيجنج مش حافظه، تمام؟ طيب البي بارامتريا وصلت ولا ما وصلتش لاترال بيلفيك كول؟ نوت ريتشنج تو لاترال بيلفيك كول. طبعا انت مش محتاج حد يقول لك ستيج 3 هيكون فيها ايه؟ ستيج 3 هضرب مين؟ اللي هو الرونسيرد اللي ناقص. طب ستيج 3 بي هتوصل يا دكتور اللاترال بيلفيك كول بتاعت البارامتريا، تمام؟ وستيج 3 بي يا ولاد اكتبي لي عليها ام سي كيو بالهبل، ليه يا ولاد؟ قال لي دلوقتي يا دكتوره لو انت كان عندك السيرفكس بالمنظر ده كده، دكتوره لو انت كان عندك السيرفكس بالمنظر ده كده، وكان عندي هنا يوتر يا ولاد وادي اللاترال بيلفيك كول. المالجنانت سيلز وهي هنا، بمجرد ما بتدخل البارامتريا بقت انهي ستيج؟ استنوا كده بالله وافهموا، ها؟ 2 بي صح؟ قلت لك بي بارامتريا، مش كده يا ولاد؟ بمجرد ما تدخل هنا تلاقي اليوتر جنبها ولا لا؟ المالجنانت سيلز كان نوت انفيدد ايه يا ولاد؟ اليوتر، مش تقدر تعمل انفيجن لليوتر. بس اخرها يا دكتوره تزق 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 وتفضل تعمل لك ديسبليسمنت اليوسر لحد ما نوصل لمين يا ولاد؟ للاترال بيلفيك هول. يبقى المالجنانت سيلز ما تقدرش تعمل انفيجن، ده اخرها تزق 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 اليوتر لحد ما تزنقه في اللاترال بيلفيك هول تبدا تعمل له كومبريشن. فلما تبدا تعمل كومبريشن لليوتر يا ولاد يحصل هايدرو يوتر ولا لا؟ يحصل هايدرو نفروزس ولا لا؟ والبنت يبدا يجي لها ايه؟ يوريميا. عشان كده انتوا لسه نمت شويه حالا في الكوميونيكيشن كاتبين ذا موست كومن كوز اس في ستيج 3 بي. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ والقوس بتاع اليوريميا يوريتيريك انفيشن ولا كومبريشن؟ فرق بين واحد حافظ واحد تاني يا دكاتره. يبقى سيادتك يا دكتوره ديت كبيره على ام سي كيو. يتبقى لنا ولاد ستيج 4 اي و4 بي تمام؟ 4 ايه يا جماعه؟ بلادر اهي، لو وصلت للبلادر ميكوزا او الريكتال ميكوزا او الاثنين مع بعض ده هنسميها 4 اي. يبقى 4 اي انا وصلت الى البلادر ميكوزا او ريكتال ميكوزا او الاثنين مع بعض، دي الاربعة اي تمام. يبقى يا اما بلادر ميكوزا يا اما ريكتال ميكوزا او الاثنين مع بعض. طب 4 بي هي الديستنت متاسس اللي احنا كنا كلنا بنبدا بيها ونحفظها اوريدي، اكتشفت ان هي ايه؟ خلاص هي الايه اللي تعتبر الهبده اللي فيهم، انما اللي فوق فيه مش حفظ.
كان المره الاخيره يا ولاد لو سمحتوا. تمام، لان ده اللي هيلخبطكم في البيت. حد يرد عليا كده بسرعه. ستيج في الكانسر سيرفكس، احفظوا معايا هنا يا ولاد زي ما عملنا في الشرط، هناخدها برده دلوقتي في الريفيجن. 1 1 ديبس اوف انفيجن اب تو 1 اي 2 1 بي 1 1 بي 2 خلصنا من 1. ستيج 2 ادخل على المحطه الثانيه اللي بعد السيرفكس، هو مين ومين؟ 2 اي ضربت، 2 بي دخلت، بس اهم كلمه ريتش ان كده ترجيت في الكور. طالما انت جبت الستيج 2 انت هتعرف تقول الستيج 3. 3 ايه؟ ضربت؟ طب 3 بي؟ وان هي دي الستيج اللي بيحصل فيها يوريتريك كومبريشن، بيحصل فيها هيدرو يوريتر وهيدرو وهيدرو نفروزس. وهي دي الستيج اللي بيقول لك واحده جات لك بلاين بين، واحده جات لك فولنس فرينال انجل، واحده جات لك بيوريميا. يبقى انهي ستيج عمال يلعب معاك يا دكتور عشان يقول لك ان اليوريتر بدا يحصل ايه يا ولاد؟ كومبريشن. معايا ولا مش معايا؟ ستيج 4 ايه؟ يا بلادر ميكوزا يا ريكتر ميكوزا الاثنين مع بعض. طب 4 دي؟ طب ما تيجي يا ولاد نطبق نفس الكلام دوت على الاندوميترال كارسينوما. تمام؟ اندوميترال كارسينوما يا ولاد هيكون في عندي برضه دكاتره ستيج 1 ستيج 2 وستيج 3. ستيجنج ستيج 1 هكون كونفايند لمين؟ لليوترس. ستيج 2 المحطه الثانيه اللي بعد اليوترس هقول لكم هي مين. بعد كده يا ولاد ستيج 3، بعد كده ستيج 4 اللي بتنقسم برضو لايه والايه يا ولاد؟ 4 اي و4 بي. طب بصوا معايا يا دكاتره، لو انا كان عندي السيرفكس بالمنظر ده كده، وادي الفاجينا وادي اليوترس ودي الفالوبيان تيوب اهو على الجنبين، وادي الاوفري ودي المايومتريوم او ده المايومتريوم وده الاندومتريوم. شباب اندوميترال كارسينوما ستيج 1 كونفايند لليوترس ذا موست كومن ميستو سبريد از. طيب يعني يا دكتوره انا كان عندي التيومر هنا كده يا دكتوره، تمام بالمنظر ده كده، هيحاول يعمل سبريد كده ولا لا؟ لو عمل انفيجن لاقل من 50% من المايومتر ما نسميها 1 اي. طب لو الانفيجن زاد اكتر واكتر 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 ضرب لك اكتر من 50% نسميها 1 بي. تمام، يبقى اقل من 50% 1 اي، اكتر من 50% هنسميها يا ولاد 1 بي. يبقى ستيج 1 انا كونفايند المايومتريم، بس انا ايه عملت انفيجن قد ايه؟ يا ترى الدبس بتاع الانفيجن اقل من نص المايومتريم، اقل من 50%، يبقى انت سيادتك ستيج 1 اي. طب لو اكتر من 50% وانا كده عملت مور اند مور انفيجن يبقى انا ستيج 1 بي. تهمه من بعض. طب المحطه الثانيه اللي تحت اليوترس على طول هي مين؟ يبقى سيادتك يا دكتوره لو دخلت على السيرفايكال ستروما هنسميها ستيج 2. وباجي اقول لكم عليها كومنت كمان شويه. تمام، عندي عليها تاكد شفا وخيبانه. تمام، طب ستيج 3 يا ولاد شباب، انا مسكت لك اليوترس وبعد اليوترس مسكت السيرفكس. الناس بيعتبروا اليوترس والسيرفكس وان ماس، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يعني اليوترس بعت للسيرفكس مش مشكله، او ايه وستيج 1 بعت ستيج 2. ستيج 3 يا ولاد هكمل النواقص بتاعته ولا لا؟ ولما اكمل النواقص التيومر يفضل كونفايند لليوترس ولا هيسيب اليوترس؟ فيقول لك هيسيب اليوترس. طب لما يسيب اليوترس هيروح فين؟ هيطلع فوق وينزل تحت. فانا متوقع ان ستيج 3 هيكون في عندي يا دكتوره ستيج 3 A وستيج 3 B وستيج 3 C. طب ايه هي 3 A و 3 B و 3 C؟ 3 A التيومر في اليوترس ولا ساب اليوترس؟ متشكل يا دكتوره. التيومر ايه يا ولاد؟ التيومر عمل ايه؟ ساب اليوترس. اشرح لي مين يعني؟ حضرتك راح للسيروزا، راح للادينكسا، وراح للبي بريتون ايام زمان. دلوقتي عاد بيقول لك البريتونيه ملوش اي رول عندنا، يعني الستيجنج اللي كل 3 4 سنين بيغيروه. الستيجنج اللي فات على طول كان بيقول لك سيروزا وادينكسا اند بريتونيه. الستيجنج الجديد اللي موجود عندكم في الكتاب بيقول لك سيروزا ويقول لي ادينكسا، ولكن البريتونيه مش معايا. طب يا دكتور طالما مش معاك كاتبه ليه؟ لان كتاب الاسم كاتب لك تحت الستيجنج ثلاث نقط كده، واحده من ضمن النقط ان البريتونيال افكشن داز نوت التر الستيجنج، مش بيغير الستيجنج عندنا. فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ وانا كاتبها لك عشان مصلحه، اقول لك ان التيومر ساب اليوترس. صح، ساب اليوترس ايه؟ فوق ويا ولاد وتحت. فوق راح لمين؟ راح حضرتك لسيروزا وادينكسا والبريتون. طب تحت هو مين يا ولاد اللي تحت يا ولاد؟ من المحطه الثانيه اللي تحت السيرفيس على طول؟ اند اند فاجينا اند بارامتريوم، فاجينا اند بارامتريوم. يبقى سيادتك الستيج 3 بي بدانا نروح للفاجينا اند البارامتريوم. صعب الكلام؟ طيب هتكتشف هنا وجود بلفيك لينف نود يا دكتوره، صح؟ بتبعت لبره اورتك لينف نود، فيقول لك في ستيج سي بدانا نروح للبلفيك
and البارا اورتك لينف نود. لو رحت للبلفيك بس سميناها سي 1. طب لو رحت للبارا اورتك هنسميها اولاد سي 2، ما مش بقى مش فاضل غير. صعب الكلام. استيج 4 زي ما انتوا عارفين يا اما بلادر ميكوزا بس يا اما ريكتال ميكوزا بس يا اما الاثنين مع بعض. طب استيج 4 بي ديستانت ميتاستاسيس، تمام، اللي هي البون وبرين وليفر لانج والكلام دوت. تاني يا اولاد، تاني يا اولاد، ستيج 1 رحت لمين؟ تنقسم ل 1 A و 1 B. 1 A اقل من 1 B اكتر من. ستيج التيم اللي بعده بيدرس سيرفايكال ستروما، ولازم كلمه ستروما اقول لك حالا ليه دلوقتي قبل ما نمشي، تمام. طب ستيج 3 سبت اليوترس فوق وتحت، فوق 3 A يبقى تروزا ادريكسا، وايام زمان ما عادش معايا دلوقتي. تحت مين ومين؟ فاجينا دايما الاولى معاها مين؟ بارامتري. يبقى لك ستيج 3 C مين ومين؟ بلبيك وي. لو البلبيك بس تبقى، لو البارا اورتك تبقى متشكل، تمام. الدائره يا جماعه الديستانس متسلسل 4 ايه و4 بي. 4 احنا كده كده واخدينها اللي هي يا 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 ثلاث حاجات، يا بلادر ميكوزا يا ريكتال ميكوزا الاثنين مع بعض، تمام. طيب ستيج 4 بي يا اولاد. طب معلش يا شباب، معلش يا شباب ما نمشي، تمام. في الكانسر سيرفيس ستيج 1 اي 1 ديبس اوف انفيجن اب تو 1 اي 2 1 بي 1 1 بي 2. طيب ستيج 2 ايه؟ مين اللي بعد السيرفكس؟ مين ومين؟ يبقى ستيج 2 ايه؟ ستيج 2 بي؟ نوت؟ طب ستيج 3؟ 3 ايه؟ 3 بي؟ 4 ايه؟ ميكوزا واخلص. بس طبعا في الامتحان هتعرف تكتب ايه؟ بلادر يا ريكتا الاثنين مع بعض. ستيج 4 بي؟ طيب على مستوى الاندوميتريال كارسينوما ستيج 1 انا كونفاين 1 اي اقل من 1 بي اكتر من. طيب ستيج 2 انا نزلت المرحله الثانيه اللي بعد اليوترس اللي هي سيرفايكال ستروما، تمام. ايام زمان، ايام زمان يا اولاد كانوا بيعتبروا ستيج 2 كانوا بيقسموها ل 2 اي و 2 بي للكلاسيفيكيشن اللي فات، وكان بيجي يقول لك يا دكتوره ان 2 اي لو انا رحت لايه؟ للاندو سيرفايكال جلاند. طب 2 بي لو انا رحت للستروما. طب في الكلاسيفيكيشن الجديد قال لك لا انا ما عادش عندي 2 ايه، 2 ايه تطلع فوق. يبقى زيها زي ايه يا جماعه؟ ما انا عندي كان فوق 1 ايه و1 بي، لما تطلع فوق هتكون اقرب لمين؟ لل1 بي. والواد ال2 بي اللي كانت سيرفايكال ستروما خليتها لوحدها، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ يعني ايام زمان هتلاقي الكلام ده مكتوب عندكم في الجدول اللي هو موجود في كتاب الاس، تمام؟ كان اقول لك ان ايام زمان ان ستيج 2 ايه كانت بتروح للسيرفايكال جلاند، دلوقتي السيرفايكال جلاند انا بحطها مع ستيج 1، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ طيب ستيج 2 فضي عليها بس اللي هي اولاد السيرفايكال ستروما، فهمتوا الكلام ماشي ازاي؟ طيب نرجع تاني، نرجع تاني يا اولاد قبل ما توكلوا على الله. ستيج 1 ايه؟ انفيجن خاص بي مايومتر اقل من 1 بي اكتر من. ستيج 2 رايح لمين؟ سيرفايكال ستروما. ستيج 3 انا في الوترس ولا سبته؟ سبته فوق وتحت، فوق تروزا ان في عندكم حاجه ثانيه تتقال؟ لا لا، ايام زمان كان بريتون. طيب ستيج 3 بي مين ومين مع بعض؟ طب ستيج 3 سي مين ومين؟ بيلفيك وي. لو البيلفيك بس تبقى سي 1. طب لو البارا اورتك يا ولاد سي 2. طب ستيج 4 ايه؟ ميكوزا. بالثلاث اي احتمالات بتوعتها، يا بلادر بس يا ريكتال بس الاثنين مع بعض، بلادر اند ريكتال. ستيج 4 بي ديستنت ميتاسيس. ليكم عندي بكره لينك كلاسيفيكيشن بتاع الاوفريان تيومر بي كلينيكال بيكشر وانفستيجيشن وتريتمنت. بكره هناخد الساعه كام؟ هتستنوا مني النهارده كلام على الجروب لسبب. المفروض ان احنا النهارده عندنا مور في الليست. لو اتوزعت في الليسته، لو اتوزعت في الليسته هضطر اديكم بعد الايه يا اولاد؟ بعد ما اخلص حاله الليسته. لو ما اتوزعتش هيجي لكم بكره من الساعه 8، فاهمين الكلام ماشي ازاي؟ فبكره يا 8 يا 11 ونص على حسب هتوزع ولا مش هتوزع. فالكلام النهارده ان شاء الله. نعم. ده يا دوبك هروح دلوقتي، المفروض للاسف عندي محاضره ولا في الكليه. محاضره بص الجدول. تمام؟ نعم. حاجات مهمة، حاجات مهمة نزلت في نظري. حاجات مهمة نزلت في نظري. أظن ناوي الجدول بقى الحقنا بالجدول قبل ما هظبطه النهارده والله، هخلص النهارده المحاضرة واحدة. هخلص النهارده إن شاء الله. يا ولاد الكلام اللي أنا قلته لكم النهارده يتحفظ صم، الحاجات اللي إحنا مش قلناها تقراها قراية جرانين.